مساء الخير واهلا بيكم بحلقه جديده من بوكس تو بوكس. يعني اجمل حاجه في الكوره انها بتبهج الناس وبتفرح الناس وبتسعد الناس. عشنا شهر من اروع الشهور اللي الواحد عاشها مع كاس الامم الافريقيه بالانجاز الكبير اللي حققه منتخب مصر. مش انجاز بس ان احنا نوصل فاينل، احنا خسرنا البطوله، والانجاز الحقيقي طبعا انك تكسب البطوله، بس هي الفرحه ان انت كنت بتتخطى وان انت كنت بتكسب وان انت بتواجه حاجات صعبه جدا، اصابات ومشاكل وحواديت ومنتخبات قويه، وتقابل كوت ديفوار بكل قوتها، وتقابل المغرب بكل قوتها، وتقابل الكاميرون بكل قوتها، وتقابل السنغال بكل قوتها. كنا بنتخطى عقبة بعد عقبة بعد عقبة بعد عقبة لغاية ما خسرنا اللقب بركلات الترجيح، وده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فكانت الناس مبسوطة جدا وسعيدة جدا رغم خسارة اللقب، لأن الناس حست إن في مجهود كبير جدا اتقدم وإن الناس كلها تكتفت. رحنا بعد كده كاس العالم للأندية من خلال النادي الأهلي في ظل ظروف صعبة جدا وقاسية جدا، وده بجد، هي مش مبالغة، هي مش بحث عن مبررات كانت قبل البطولة لنادي الأهلي، انما الكورونا وإصابات ومشاكل وفرقة ما تجمعتش ومواعيد متضاربة مع كاس الأمم، حواديت كتيرة جدا تأثر على أي فرقة. ورغم كده الأهلي أثبت المقولة بتاعته أن الأهلي بمن حضر، وقدر النادي الأهلي من أول دقيقة ومن أول ثانية أنه هو يكسب مونتير المكسيكي ويظهر ان فعلا في معدن للاعب المصري. ادي المصري الروح ينتج لك جامد جدا. لعبت الاهلي كان عندها روح عاليه جدا في البطوله دي، الروح دي بص داست على كل الظروف وداست على كل المشاكل وداست على اي شيء كان ممكن يعطل النادي الاهلي عشان يكسب الميداليه البرونزيه لكاس العالم للانديه. وده انجاز كبير جدا على فكره، لان انت لما هستعرض معاكم دلوقتي حتى الدنيا بره بتقول ايه، الاهلي متصدر، تشيلسي طبعا بالميراس ده بطل البطوله، تشيلسي بالميراس الثاني، بس الاهلي الثالث، والاهلي بقى حديث الوكالات كلها. علشان كده احنا كان عندنا حرص نعمل الاغنيه دي وتتفرجوا على النادي الاهلي فعلا في اي تي سي. بنهني النادي الاهلي على هذا الانتصار، وبنهني النادي الاهلي على هذا الانجاز، وبنقول للاهلي الف مبروك الميداليه البرونزيه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي اللي في كاس العالم للانديه. اول مره كانت في 2006، يعني يمكن عندنا استعراض اهو هوريكم، كان في كده حاجه معموله جرافيك الثلاث بطولات، الثلاث ميداليات اللي حققها النادي الاهلي في 2006، حقق الميداليه البرونزيه مع مانويل جوزيه، في 2021 حقق الميداليه البرونزيه مع موسيماني، 2022 حقق الميداليه البرونزيه برضو مع موسيماني. وده انجاز الحقيقه، ويحسب للاهلي ويحسب لموسيماني. موسيماني كان مثير للجدل جدا خصوصا في شهر يناير، اكتر شهر موسيماني اثير حواليه جدل كان شهر يناير الاخير ده اللي فات ده، ما بين تصريحات حول كهربا، ما بين تصريحات حول تجديد العقد بتاعه، ما بين مشاركه في كاس الرابطه ونتائج سيئه، ما بين مشاكل، ما بين اصابات وتجديد عقده والحواديت وكل الكلام ده. لكن الحقيقه قدر موسيماني، احنا قدامنا اهو الانجازات اللي بيعملها موسيماني طول الوقت مع النادي الاهلي، وهو حريص ان هو يبرز ذلك بشكل كبير جدا. موسيماني لما اتسال خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي قال لك صنع الانتصارات وصنع بطولات محدش يقدر ينكر، لكن في نفس الوقت القرار النهائي للكابتن محمود الخطيب ان هو هيجدد له عقد ولا لا، دي قصه يعني بتاعت الكابتن محمود الخطيب. انا بتصور ان خلال ايام قليله سيعلن النادي الاهلي عن تجديد التعاقد مع بيتسو موسيماني لاكثر من سبب. اول سبب الانجازات اللي اتحققت في عهد موسيماني في عهده. تاني سبب ان النادي الاهلي محتاج استقرار خلال الفتره الجايه، لان الانتصار طعمه حلو، فلما بيتداق فلازم تحافظ عليه. ليه؟ الاهلي من يوم الجمعه الجاي على طول عنده الانطلاقه الجديده بتاعته في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وبالتالي من يوم الجمعه عندنا الهلال السوداني في السودان، في استاد الهلال في السودان يعني. وبالتالي الاهلي لما داق فرحه الفوز بدوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، لما داق فرحه الفوز بالميداليه البرونزيه في كاس العالم الانديه مرتين ورا بعض، فلازم يحافظ على هذا الاستقرار. طب هو التغيير دلوقتي حتى لو جبت مثلا الراجل توخيل اللي هو المدير الفني بتاع تشيلسي اللي كان حريص انه يروح يحضن موسيماني ويتكلم معاه،
ما اعرفش عندنا الصور ولا الفيديو ده ولا لا، لما راح سلم عليه وباس وحضنه وبتاع بعد المفوز الاهلي بالميداليه البرونزيه، وعايز يهنيه ويحييه. ودي حاجه على فكره، مدرب عالمي ومدرب كبير زي توخيل يروح لموسيميني ويبقى حريص انه يصافحه، لما لعيب زي اكانتي هذا اللاعب العالمي واحد من اهم الهاف ديفندرز في العالم كله في منتخب فرنسا وفي نادي تشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا يدور على اليو ديانج ويروح يديله التيشيرت بتاعه ويستاذن انه يروح يسلم عليه ويتصور معاه، كل دي حاجات من الصعب جدا ان انت تغفلها. فالاهلي بينتقل خطوات مهمه جدا نحو العالميه، وده هيبان حتى في العناوين اللي هنقولها دلوقتي. طب كيف يحافظ الاهلي على هذه الانتصارات وعلى هذا الاستقرار؟ مؤكد انه من خلال التجديد التعاقد واستمرار موسيماني في مهمته، حتى لو عنده بعض الديفوهات، حتى لو عنده بعض القصص، لكن صعب جدا ان انت تقول دلوقتي للنادي الاهلي ما تجددش الموسيماني، صعب جدا انك تقول للنادي الاهلي ما تحافظش على استقرارك وانت داخل مرحله ثالثه لدوري ابطال افريقيا بدايه من يوم الجمعه. انا مع التليفون واحد من رموز النادي الاهلي ومن اهم المحللين والخبراء الحقيقه في كره القدم، الدكتور طه اسماعيل. يا مساء الفل يا دكتور طه. مساء الفل يا محمد، اخبارك؟ كله تمام، اخبار سعادتك؟ طبعا انت يعني في قمه الفرحه بعد الانتصار الكبير بتاع النادي الاهلي امبارح. طبعا مش وسعانا الفرحه يعني، فرحه عارمه. انا بقول احلى شهر ونص في يناير وفبراير مع المنتخب ومع الاهلي بجد يعني. نعم، هي كانت نهضه كبيره جدا. طبعا بداها المنتخب وطبعا شفنا باختصار يعني، طبعا نادي المنتخب تصاعد اداؤه من اداء في اثناء المجموعه، ثم بعد ذلك مع فريق كوتوفوار، ثم بعد ذلك مع المغرب، ثم مع الكاميرون، ثم المباراه الاخيره مع السنغال. يعني انجاز عظيم جدا بالنسبه للفريق نظرا للمشاكل اللي صاحبت الاعداد بالنسبه للمنتخب. نعم، وظهر المنتخب كان قاب قوس او ادنى من الفوز بالبطوله في المباراه الاخيره مع السنغال سواء بضربات الجزاء او في خلاص، دي حاجه قدريه يعني، احنا بنتكلم ان ركلات الترجيح دي توفيق وعدم توفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني. بالظبط، لكن المنتخب ادى اللي عليه لغايه السنتيمتر الاخير لاخر وقت. مظبوط، وانا اعتقد انه الخبرة الكبيرة اللي هستفيد منها المدرب نمرة واحد، ثم اللاعبين في الإعداد لمباراة كأس العالم، المباراتين اللي هنلعبهم مع السنغال. المنتخب تطور كبير، وأعتقد أن المدرب ابتدى يعرف كل خصائص اللاعبين. صحيح في البداية كان في شوية مشاكل في تمركز اللعيبة ومراكزهم ومش عارف ايه، من انجرايت ومن سنتر فيرود وكلام من هذا القبيل في بطولة في اول مباراة مع نيجيريا، ثم بعد ذلك تباعا برضو ابتدى المدرب يعرف مراكز اللعيبة ويسكنها في مراكزها الحقيقية بتاعتها. نعم، وبالتدريج ابتدى الفريق يعني يتأقلم ويؤدي بروح عالية جدا. صحيح الطابع الدفاعي كان الغالب على أداء المنتخب، وكان يفتقر إلى يعني النجاعة الهجومية في بعض الأحيان، بدليل إن النادي إن المنتخب ما سجلش غير في مباراة السودان هدف، ومباراة غينيا هدف، وهدفين في مباراة المغرب. وبعد كده كل مباراة تانية تعادلات وضربات جزاء. فكان الشيء اللي ناقص للمنتخب هو الجانب الهجومي والفعالية الهجومية. إنما كان بيسيطر بشكل كويس، وانتشار في الملعب بشكل كويس، تمركز دفاعي، كان الدفاع بيأدي أداء عظيم جدا، وظهر لعيبة كويسة. طبعا كل ده معروف يعني، محمد عبد المنعم، وظهر عمر كمال، وإمام معاشور، وبجانب المعروفين يعني حمدي فتحي والسولية وكل اللعيبة وابو جبل وشناوي، تكتسب لياقة المباريات بشكل جيد، وابتدى يتمرس الفريق بشكل جيد في بداية الهجمة من الخلف، ثم الاستحواذ في نص الملعب، ثم تطوير الهجوم في بعض الأحيان، وده كان العيب شوية اللي ينقص المنتخب، وده اللي المفروض بقى في الفترة. طب دكتور طه، قبل ما ندخل في الأهلي وفي المنتخب، أنت شايف إن كيروش ممكن
يضم وجوه جديده في قبل مباراتين السنغال. احنا بنتكلم خلاص النهارده كام؟ النهارده 13، يعني احنا خلال شهر خلاص. مفترض انه المعسكر هيبتدي ينطلق بالمحليين الاول وبعد كده هينضم للدوليين قبل المباراه بكام يوم. هل حضرتك شايف انه ممكن هو نفسه يفكر في وجوه جديده، ولا هيعتمد فقط على الناس اللي هم كانوا معاه في كاس الامم؟ رايك ايه في القصه دي؟ والله يعني انا شايف ان صعب ان اجيب وجوه جديده على مباراتين فاصلتين يعني. انما هو عنده طبعا كان يعني اذا حصل ممكن يبقى كم يعني، يعني هل ممكن مثلا يبقى في حد يعني الباك رايت بعد اصابه اكرم؟ هل بس ممكن ممكن في حدود ضيقه جدا، لكن هو المفروض طبعا الفتره اللي فاتت اديته يعني الخريطه اصبحت كامله قدامه بالنسبه للاعبين الموجودين واللي ادوا واللي ابدعوا في التغييرات موجودين، البدائل موجوده، كل دي امور كانت وضحت له بشكل جيد في اثناء المباريات. وبرضه هيبتدي هو المفروض يحلل جميع المباريات دي. بس هو الراجل ده ملوش كتالوج، خد بالك يا دكتور طه يعني. معلش لا هو بس في الاخر في الاخر ابتدى استقر. يعني يتكل الناس في اماكنها كويس، استقر. ولذلك احنا انتقدنا في الاول كتير بقى ننتقد حتى التغييرات الكتيره، لانه ابتدى يدي فرص للاعبين في البطوله العربيه وقبل البطوله العربيه، ووسع العمليه، وكان الفكر اللي كان مطلوب انت قدامك 3 اشهر او 4 اشهر. القائمه اللي موجوده واللي انت متاكد منها، سواء اللعيبه المحترفين في الخارج او اللعيبه الجيدين الموجودين في المنتخب، انا اجري عليهم طرق لعبي اللي انا عايز اعملها. وبعد ما يعدي كاس العالم عندي متسع من الوقت اللي عايز اعمل مشروع. مشروع يعني كل حاجه بقى، مشروع بقى عايز اجيب لعيبه جداد وجاهزه، مظبوط. طريقه لعب معينه طبعا طبعا طبعا، انما الفتره ما كانتش تسمح. ولذلك هو يعني في مباراه بطوله العربيه ابتدى يدخل لاعبين وخرج لعيب، وفي لعيبه ظهرت وبعد كده ما خدهاش تاني. بس هو بصراحه دكتور طه انجز، لان الفتره كانت ضيقه برضو من وقت ما جه، كان في تصفيات. ما اختلفناش فهو انجز انضم لعيبه جديد. ما انا فاهم انك ما بتنتقدش، انا بس هو النهارده بلفت النظر. هو خد دلوقتي فكرة كاملة عن اللعيبة كلها، يعني ما عادش مجال للتجارب. هو ساب بعض ناس، يعني أنا مش عايز أذكر أسماء بقى، يعني ساب بعض ناس بالرغم إن هم كانوا أجادوا معاه، يعني ما مثلا زي أحمد رفعت مثلا على سبيل المثال، واحد مثلا مش هتكلم على ناس ثانية، على أحمد رفعت يعني على سبيل المثال، الراجل أدى معاه بشكل كويس، وشوفنا في مباراة السودان سجل هدف بشكل جميل جدا، مباراة الأردن سجل هدف وعمل أسيست عظيم جدا، وعنده من القدرة إن هو يمر من الناحية الشمال بسهولة جدا ويعمل الكرات العرضية الخطيرة جدا. ومع هذا هو يعني شاف انه المهم، يعني اللي انا اقصد اقول هو الان لازم يبقى يكب على تحليل جميع المباريات واللاعبين اللي هي اتلعبت واللعيبه كلها، ويشوف الامثل له، لانه هيلعب مباراتين، مباراه في القاهره الاول، ولازم يبقى عارف هيلعب ازاي في القاهره، طريقه اللعب اللي هيلعب بيها، اللي المفروض فيها مهم جدا في ملعبي، والتشكيل اللي انا اقدر استخدمه، والبدائل اللي انا اقدر استخدمها، والتكتيك اللي لازم اخده. كل صغيره وكبيره لازم تبقى بيرفكت 100% 100%، لا مجال للفاقد في اختيار او في تغيير او في تجريب شيء غير مناسب. كل دي امور عشان تضيق الفارق بينك وبين السنغال، لابد تبقى كل حاجه تؤدى بيرفكت 100%، سواء القائمه، طرق اللعب اللي هلعبها في القاهره، التغييرات المحتمله، طريقه اللعب اللي هلعب بيها بره، هعمل ازاي، كل الامور دي لابد يعكف على دراستها من الان. ولانه النهارده انت هتلعب فرقه ما هيش سهله. تمام. يعني الناس كانت مستسهله انك انت تلعب انك جالك السنغال، لا. السنغال اصعب حاجه، اصعب فريق في البطوله اولا نمره واحد مع منتخب مصر، يعني فريق من العمالقه، ودي نقطه الناس مش عمالقه، المقصود بيها الاجسام يعني والاطوال يعني وقوه بدنيه من حيث الاطوال، البرجل بتاع الرجلين مع المهارات بقى والطلياقه وكل حاجه، مظبوط. فده بيدي لك فارق، لعيب بياخد خطوتين ثلاثه ب 20 خطوه من لعيب اقل منه او اصغر منه، معروفه يعني في السرعه عباره عن ايه؟ عباره عن اتساع الخطوه في كام خطوه بعملها في الثانيه، في فتره زمنيه اقل، مظبوط. فدي تفرق كتير جدا لما يبقى اتساع الخطوه متر ونص
وبعمل مثلا 100 خطوه في مثلا في الدقيقه او في الثانيه او في كذا، هتفرق كتير قوي مع القامات الاقل. تمام. فده بتبان في السرعات، هتبان في الكرات العاليه بجانب المهارات يا دكتور طه والخبره، خبره اللعيبه محترفه. ده انا بتكلم على حاجه ملهاش علاقة بالمهارات دي في الأول، ثم بعد ذلك دي أول يعني مؤيدة بمهارات عالية جدا وتكتيك، لعيبة كلها بتلعب في أوروبا وبتلعب في أندية كبيرة، خبرات عظيمة عشان يعني. كده في فروقات كبيرة. تمام. والفرق والماتش مش سهل، الماتشين مش سهلين، لازم متصورينهم مش سهلين، إنما إن أنا أعد إعداد كامل ما فيش فيه خطأ واحد في سواء في اختيار القائمه، سواء لما اجي العب في اختيار المباراه اللياقه بتاعت اللعيبه بتاعتي، التاكتكس اللي هعملها في القاهره ازاي، التاكتكس اللي العب بيها بره ازاي، كل الامور دي لابد تكون يعني مدروس وجاهز وينفذ بدقه وبدقه كبيره جدا. تمام. ويبقى موفق فيها. طيب. وبعد ذلك برضه يبقى انت محتاج التوفيق، توفيق ربنا، لانه في حاجات صغيره جدا بتفرق في الماتشات دي. مظبوط، بتفرق يعني في الماتشات دي. يعني هديك مثل صغير، هو غير مصطفى محمد ونزل مروان، جات له كورتين عاليين، مصطفى لو موجود ممكن يجيب واحده منهم. ما هو جاب في جلطة سريع على فكره امبارح، يعني ما أنا نفس الكره عرضيه طلع بدماغه جابها في الدقيقه 5 اتعادل لفرقته بالكره دي. ما هو ده التوفيق، ان هو ما كانش موفق، ودي مش في ايده. انا ممكن زيه ابقى اعمل زيه، لو انا مدرب كنت اعمل كده برضه غير مصطفى، لكن بقول لك محتاج تؤيد بالتوفيق. تمام. ان حاجه زي دي ممكن مثلا لو استنيت شويه وجت لمصطفى كان جاب جول وكنا كسبنا في الوقت الاصلي. لكن دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني ممكن انا لو انا مدرب برضه كان ممكن اعمل التغيير ده. انا فاهم، انا ما هي التفاصيل الصغيره دي بتفرق. انا بتكلم على الحظ فيها، الحظ. مزبوط. والتوفيق. مزبوط. محتاجين الحظ 100% ان شاء الله في المباريات اللي هنلعبها، لان دي تقلل الفارق بيننا. طب انت قبل ما نروح للاهلي وموسيماني والانجاز اللي عمله النادي الاهلي، هل حضرتك مع ان تعمل معسكر للعيبة اللي هي بتلعب في الدوري المصري وبعد كده ينضم اليوم المحترفين، انت مع الفكرة دي؟ والله هي انا مش معاه. شوف المدرب هو عايز ايه. هو عايز يعمل معسكر للاعبين اللي هم محترفين عندنا في الدوري المصري فقط، لانه الاجندة الدولية ما بتدلوش اللعيبة كلها. ما مش هتقدر تاخدهم في اي معسكر. فهو عايز يعمل معسكر قبل المباراة. حسب البروتوكول بتاع الفيفا هيدي لك قبل المباراة مثلا باسبوع، ممكن يدي لك المباراة الرسمية، ممكن يدي لك اللعيبة، لكن مش اللعيبة الاندية مش هتديها لك الا حسب البروتوكول دوت. يعني هو لو عايز كده واتحاد الكرة يستطيع ويلعب كاس المصري بدون الدوليين في الدور ال 32 مفيش مشكلة، انت شايف انه يحط ممكن اي شكل يحقق ليه اللي هو عايزه يعني. بالظبط. طيب. بالظبط اللي هو عايزه يتعمل له. الراجل يعني اكتسب خبره كبيره جدا في الفتره اللي فاتت بمعرفه اللعيبه. هو راجل مدرب كبير وكل حاجه، لكن كان طبعا في حاجات كتيره كان محتاج يعرفها على اساس ان هو جاي. هو جرب حاجات كتير واصطدم الوقت بحاجات. خلاص عارف كل حاجه اعتقد يعني. بالظبط كده. طب انت رديت على موسيماني بقى دلوقتي ولا ايه؟ انا ما كنتش ضد موسيماني. وانا محتاج نسمع الكلام. عشان اقول لك بس على حاجه، لان الناس بتتكلم حاجات غريبه. موسيماني لما كان بيعد الفريق لكاس العالم للانديه، فالنادي الاهلي لعب بالاشبال 3 مباريات. تمام. ولعب اللعيبه الاساسيين مباراه واحده بس. تمام. فكان انا كلامي انه عايزين ندي فرص للعيبه قفشه والشحات وكذا وكذا، دول اللي هيلعبوا. تمام. فلازم كنت العبهم في كاس الاتحاد ماتشين 3 عشان تجهزهم. كان كلامي فقط، لا انتقاد في تاكتكس ولا حاجه. انما هو تفكيره انه كان مريح اللعيبه دي. فكان كلامنا ان احنا بنتكلم بالشكل ده، لكن هو الراجل بعد كده زي ما احنا بننتقد قبل صالح النادي الاهلي. انا بحب النادي الاهلي. تمام. وانا لما بقول كده ما بقولش دي عشان انا ضد النادي، بالعكس ده انا بقولها وانا بحب النادي الاهلي اكثر من اي واحد يعني بيرد ولا بيكتب. سيبك من الكلام دوت. تمام. واخد بالك النهارده الراجل ادى بشكل كويس جدا في البطوله. وعلى وجه الخصوص المباراه الاخيره مع نادي الهلال، فوز عظيم 4-0. واللعيبه اتسكنت في اماكنها الصحيحه. ومحمد شريف لعب من اول مباراه، من اول المباراه عكس مباراه الفريق البرازيلي. هو لعب هو وعبد القادر بعد ما خسرنا 2-0. لكن في المباراه ديت لعبهم من الاول. تمام. ولعب عبد المنعم مكسب كبير جدا. عبد المنعم في وسط الدفاع. عبد المنعم بقول لك انا لعبت ماتش مع الاهلي جبت ميداليه على طول. بالظبط. ولعب شريف ولعب
عبد القادر، عبد القادر لعيب لازم يكون موجود في الفريق. عبد القادر لعيب مبتكر رائع بصراحه، رائع جدا، لازم يكون موجود باستمرار طالما لعيب جريء هو ومغامر بالظبط. هو الراجل لعب المباراه بتاعت الهلال السعودي من احسن ما يمكن تشكيل في البطوله رغم المشاكل اللي صادفت النادي الاهلي، توافق المواعيد مع المنتخب ودي عملت مشاكل وغياب لاعبين للاصابه وكورونا وكورونا ورغم هذا النادي الاهلي خد الميداليه البرونزيه لثالث مره والتاني مره متتاليه تمام. والمدرب يشكر على هذا ويجب نشيد بيه لانه من يجيد لازم نشيد بيه، مش عايز طبعا نقاش. طبعا هو الانتقاد هدفه التصويب في الاخر ما للاسف يعني احنا بنحب النادي الاهلي ولما بنتكلم على حاجه بنقولها من واضح ان عايزين الاهلي يبقى الاكمل. طب الان انت شايف حضرتك ان الاهلي عليه ان هو ينهي مساله تجديد التعاقد حتى يتفرغ ويستقر الفريق، عنده ماتش مع الهلال يوم الجمعه وخلاص بقى دوري ابطال افريقيا اشتغل، المجموعات اشتغلت يعني الموضوع موسيماني عايز يظل في النادي الاهلي والنادي الاهلي هو قال كده، هو قال كده بشكل واضح جدا في البطوله يعني بعد الماتش خلاص اكتبه يا عم خلاص انجز يعني بقى خلاص هو عايز يقعد والنادي عايزه اذا ما فيش اي مشكله تمام. وبعدين اي نيجوشيشنز او مفاوضات في اي حته في العالم لازم يبقى فيها بتتكلم عن حاجه في مقابل حاجه، مفيش حد ياخد كل حاجه. وبعدين المفاوضات يعني ممكن تاخد وقت برضه عشان الجمهور يبقى عارف يا دكتور طه محمد صلاح حتى الان احنا بنتكلم بقى لنا سنه بيتفاوض مع ليفربول على التجديد، احنا داخلين في سنه بالظبط بالظبط، فممكن التفاوض ياخد وقت يعني بالظبط. وانا بقول لك عشان كده لكن صلاح بيقول لك انا عايز اظل في ليفربول مظبوط، والنادي قال لك انا عايز صلاح نفس الحكايه، موسيماني قال انا عايز النادي اظل في النادي الاهلي والنادي الاهلي انا متمسك بموسيماني خلاص، يبقى المفاوضات هتتم الان او عاجل يعني هتتم هذه المفاوضات وتعدي الامور بشكل كويس بس. طب أنا لكن النادي الاهلي فيه استقرار كبير جدا والنادي الاهلي ادى اداء عظيم مشرف فينا كلنا مظبوط، يعني الواحد فينا كان فخور باداء النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي اللي وقفت ورا اللعيبه في المباريات. لا دي قصه ثانيه، الجمهور ده قصه ثانيه، انت بتلعب في استاد القاهره ومن جراء الحاجات اللي حضرتك اتكلمت عليها مثلا لما شفت مدرب تشيلسي لما جه سلم على موسيماني وبعدين كانتي لما اتصور مع اليو ديانج كلها حاجات تبين قد ايه، وبعدين ما عملوا وكلام انفانتينو على الاهلي وكلام الوكالات الانباء اللي هقوله دلوقتي عن النادي الاهلي ده كل ده يعني بالظبط وبعدين لما عملوا برضو الصفين الممر الشرفي تشيلسي عمل النادي الاهلي حاجه عظيمه كلها الحقيقه. طب انا عايز يعني قبل ما اقفل مع حضرتك يا دكتور طه عايز اخد رايك في اكتر من حاجه. الاول مين اكتر لعيب انت شايفه اجات في كاس العالم للانديه في فرقه الاهلي؟ لو قلت لك اختار لي لعيب ياسر ابراهيم نمره واحد. كنت لسه هقول لك والله ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم انا مش بس الجانب الدفاعي لا ده انا عايز اتكلم على الجانب الهجومي. واضح ان في تعليمات وهو كمان بيجي ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم سجل في مباراه سان داونز هناك 1-1 تمام بدماغه. ياسر ابراهيم سجل في مباراه الوداد بدماغه. ياسر ابراهيم سجل في مباراه المريخ واحنا خسرانين جول التعادل لما تعادلنا مع المريخ في السودان. كل المناسبات اللي بيطلع فيها بدماغه بيسجل فيها تمام، ودي نقطه بتعوض كثير جدا من النقص اللي موجود لدى لعيبه النادي الاهلي اللي ما بيجدوش ضربات الراس تمام، ده بيطلع هو في الكورنر وبيسجل في كل المباريات. واضح ان هو اتدرب على ده كويس قوي على طول وعشان كده احنا بنشيد بيه، وبجانب الاداء الدفاعي اللي بيأديه بشكل كويس لكن هو في الكرات الثابته اصبح الان مفتاح للنادي الاهلي في تسجيل الاهداف من الكرات العرضيه وجاب جولين في ماتش الهلال ولا احسن ده ولا احسن راس حربة. ما انا بقول لك يعني فعشان كده بيبين لك بتبان قيمته. ده نمره واحد. نمره اثنين عبد المنعم اضافه كبيره جدا لدفاع النادي الاهلي. دي نقطة من حاجات النادي الأهلي كسبها كبيرة طبعا. جدا في الفترة الأخيرة. عبد القادر لعيب رائع جدا في أي مركز من الثلاث مراكز اللي تحت رأس الحربة. وده مكسب كبير وأنا أتمنى إن يبقى موجود في تشكيلة طول ما هو سليم يبقى موجود، لأن ده عنده مهارات عالية جدا في المرور من الخصم وتسجيل الأهداف. بس عبد القادر خد بال حضرتك إنه عبد القادر يعني معناها قفشة يختفي من التشكيل.
انا ماليش دعوه بشغله المدرب. يعني اوكي المدرب. بس عبد القادر دلوقتي يستحق انه يتواجد في التشكيل الاساسي. عبد القادر منفذ بلاي ميكر. عبد القادر منفذ يعني ايه؟ يعني بيرقص الكوره ويجيب جول. ده حاجه تانية ملوش علاقه طب انت بتميل لعبد القادر تحت اي مركز من مراكز الاطراف؟ انت ما انا كنت اقول لحضرتك انت بتميل لي في مركز 10 تحت راس الحربه ولا بتميل لي على الطرف سواء دي شغله المدرب؟ لا انت حضرتك في رؤيتك الفنيه هو يبقى في اي حته تحت راس الحربه يشتغل بشكل كويس. لو اشتغل على الطرف بيشتغل كويس. وما اشتغل هو لعيب على هو لعيب جنب معلول وعمل شغل كبير قوي في الماتش اللي فات. وانا بتعجبني جرأته على الجول. عينيه على الجول جريء في المرور. بصراحه عنده في المرور من الخصم وبيعمل اضافه داخل منطقه الجزاء. بصراحه بيسجل. فده برضه من ضمن المكاسب الكبيره. وخد بالك اعتقد ان كيروش ممكن عينيه تبقى على عبد القادر الفتره الجايه. بس لازم عبد القادر يستمر كده. لازم يكون عينه عليه. ولازم هو الولد كمان يستمر في كده. في عينه من اللعيبه ممكن تبقى مش موجوده كتير. لازم احرص عليها. يعني في عينه ممكن ما الاقيهاش. في ناس مثلا مجهود وجري وكذا وخلاص. لكن النجاعه الهجوميه والخطوره الهجوميه تلاقيها في لعيب يقدر يمر من واحد واثنين ويقدر يعمل 1-2 مع واحد ويوصل للجول. يقدر يسجل. يقدر يشوف من بره ال 18. دي العينه محتاجين هذه العينه عشان احنا للاسف يعني النجاعه الهجوميه بتاعتنا قليله في المنتخب. بس خد بال الخطورة الهجوميه قليله. خد بال حضرتك ان هو برضو كيروش يحب اللعيب اللي برضو بيعرف يدافع كويس ويرد. فهل عبد القادر يقدر يعمل ده؟ يعني مرموش بيعمل ده مثلا. ممكن يتحفظ على مرموش بس بيرجع وبيجري وبيقفل وبيعمل ويساعد الباك ليفت والكلام ده. هو شوف يعني كيروش لازم يعني يحلل اداء اللعيبه كلها. وممكن في بعض الاحيان يتخلى عن بعض القناعات اللي لم تؤكد اللي هو عايزه. يعني مثلا في ماتش السنغال في الشوط الرابع كان ممكن عبادر يبقى موجود الثالث الرابع. انا مش هذكر اسماء انما معاك. مش معاك. ممكن ابقى اسير معتقد من البدايه ان واحد جاب لي جول وكذا وافضل يبقى هو على طول. لا ممكن احداث مباراه تخليني ادفع بلعيب زي عبد القادر. خلاص يعني خلاص الفتره اللي فاتت دي خلتني اعرف ان انا لو هناك قناعات لم تثبت وجودها ولا تؤدي بالشكل اللي انا عايزه ممكن عندي القايمه واقدر اشك غيرها يعني او الافضل منها. تمام. فدي برضو من ضمن الامور اللي يجب المدرب ما يفضلش اسير قناعاته اللي لو فيها منها قناعه من القناعات ما اثبتتش وجودها خلاص غير. ما فيش مشكله. دي بقى شغله المدرب وازاي يبقى مع نفسه فير وامين وازاي ينتقد نفسه انتقاد ذاتي ان ما تاخدوش العزه بالاسم في اختيار من الاختيارات. لا انا مصر على ده مهما كانت الظروف. دي كلها امور اعتقد هو مدرب كبير ومدرب عنده الامكانيه ان هو يقدر يبقى عنده المرونه ويقدر يختار الاختيار الموفق باذن الله تعالى. دكتور طه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تحليلك الجميل والراي. يمكن طولنا شويه لكن كان مهم اللي احنا نتناقش فيه كثير من النقاط خاصه بانتصار النادي الاهلي ومن قبله المنتخب المصري وقبل استعدادات برضو المنتخب المصري اللي بتماتش ماتشين السنغال. شكرا جزيلا للدكتور طه اسماعيل محللنا الكبير. عمرو السوليه يا جماعه ما كانش بادئ كويس طبيعي لانه كان جاي من المنتخب. كان واضح انه كان عنده اجهاد والكلام ده. بس هو كان في الفاينل كان متاكد ان هو هيجيب جون بالشوطه دي. وجرب الشوطه دي اكتر من مره على محمد العويس اللي هو حارس مرمى الهلال. جربها مره واثنين وفي الثالثه جت الحقيقه يعني. فعمرو السوليه الحقيقه قائد كبير جدا للنادي الاهلي. يعني كابتن طارق ابو زيد قال تصريح قال انه الاهلي اول مره يبقى الاهلي الجيل بتاعه ما فيهوش سوبر ستارز. يعني ما فيهوش لعيبه. يعني انا معاه ما فيش اسماء بالحجم بس في ناس في فرقه النادي الاهلي لو شلتها تعمل مشكله من ابرز الناس في مصر وفي افريقيا. يعني الاهلي ممكن ما يكونش فيه طاهر ابو زيد وقت ما كان بيلعب او كابتن خطيب قبله او حسام حسن لما كان موجود او ابو تريكه او بركات او متعب او بعد كده عبد الله السعيد او او او. لكن النادي الاهلي دلوقتي عنده في الملعب لعيبه
صعب جدا ان انت ممكن ما تكونش بالجماهيريات الضخمه اللي كانت للنجوم اللي قلت عليهم دول، انما في عمرو السليم موجود، في حمدي فتحي موجود، في محمد عبد المنعم لما انضم للنادي الاهلي، في الشناوي موجود، في معلول موجود، في احمد عبد القادر اللي بيلعب دلوقتي، يعني في لعيبه لها ثقل ضخم جدا في فرقه النادي الاهلي. صعب جدا انك تقول اي واحد من دول، ممكن تكون الجماهيريه بس، يعني فكره انه برضه هم منشغلين طول الوقت بالاداء وبالتالق في النادي في مع النادي الاهلي. انتصارات النادي الاهلي مش بس كانت على المستوى الفني، مش بس كانت على مستوى ان العالم كله دلوقتي بيتكلم في وكالات الانباء على النادي الاهلي، انما كمان حتى على المستوى المادي. عايز اقول لكم الاهلي في اخر 6-7 اشهر كسبان فوق 80 مليون جنيه، يعني انت بتتكلم في رقم يعني مهول. النادي الاهلي كسبان دوري ابطال افريقيا 2.5 مليون دولار، كسب السوبر الافريقي 200,000 دولار، وبعدين كسب بعد كده المركز الثالث والميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه 2.5 مليون دولار، والمفتاح بتاعه كان دوري ابطال افريقيا، يعني مفتاح الوصول لده كان دوري ابطال افريقيا. فانت بتتكلم في ضخ مالي ضخم للنادي الاهلي بيسنده وبيساعده بقوه خلال الفتره الجايه للايفاء بالتزاماته، وده برضو من اهداف الفرق الكبيره. يعني النهارده برشلونه عايز يخش دوري ابطال اوروبا ويكسبها ليه؟ عشان يضخوا فلوس كتير جدا، سواء على مستوى الجوائز اللي بياخدها 15 مليون يورو تقريبا ولا معرفش كام في دوري ابطال اوروبا، بجانب رفع قيمته التسويقيه ورفع اسمه عالي جدا. كل دي بزنس يقدر النادي الاهلي، عشان كده ما تلاقيش عند الاهلي ازمات ماديه. ما يقولكش ان الاهلي عنده ازمه ماديه واللاعب ده ما خدش مرتباته واللاعب ده ناقصه فلوس واللاعب ده لما مشي عشان راح للنادي وقال له انت ما سددتليش، وراح للفيفا وعمل ما اعرفش. ما بتشوفش الكلام ده في الاهلي، لان فوزه بالبطولات بجانب الايرادات اللي بتخش له كاي نادي بشكل طبيعي من الرعايه ومن كل الماركتنج بتاعه ومن الاشتراكات وكل الكلام ده، برضه البطولات اللي بيكسبها دي كلها بتصب في صالح خزينته. انت بتتكلم في فوق 80 مليون جنيه في 6-7 شهور، يعني مرتبات الفرقة كلها بكل حوادثها في 6-7-8 شهور، فده عبء ثقيل بيتشال نتيجة الفوز بكل هذه الألقاب. طيب أنا كده طولت شوية، لكن خلوني أقول لكم بسرعة الصحف والمواقع العالمية قالت ايه على برونزية النادي الاهلي. الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم قال ميدالية ذهبية، بصوا قال ايه كمان بقى، ميدالية برونزية وروح ذهبية، يعني الروح اللي ظهر عليها النادي الاهلي كانت قوية جدا. المركز الثالث للنادي الاهلي المصري بعد اداء رائع امام 9 لاعبين من الهلال السعودي. الحساب الرسمي للكاف الاتحاد الافريقي قال الاهلي المصري يدخل التاريخ كاول فريق في العالم يتوج بثلاث ميداليات برونزية في كاس العالم للاندية فخر افريقيا. كمان النجم الافواري او الفيل الافواري ديدي دروجبا على النادي الاهلي وموسيماني قال الاهلي استحق الحصول على الميدالية البرونزية، لقد تابعت مباراتهم ومدربهم موسيماني اثبت انه من افضل المدربين في افريقيا. صحيفة كيك اوف الجنوب افريقية قالت موسيماني يعادل انجاز زيدان في مونديال الاندية. الصحيفة قالت ان موسيماني اصبح تاني مدرب بعد زين الدين زيدان يتوج بميداليتين على التوالي في مونديال الاندية. تايمز لايف الجنوب افريقيه قالت بقياده موسيماني الاهلي يهزم الهلال ويتوج ببرونزيه مونديال الانديه في الامارات. وسوكر لادوما الجنوب افريقيه قالت تشيلسي يجني الذهب في مونديال الانديه والاهلي يتوج بالميداليه البرونزيه. صحيفه سي جي تي ان قالت الاهلي يسحق الهلال ويحسم المركز الثالث بمونديال الانديه. وذا ساوث افريكان قالت توخيل يهنئ موسيماني ببرونزيه مونديال الانديه. والصحيفه قالت ان توماس توخيل طبعا الالماني المدير الفني لتشيلسي ذهب لموسيماني بعد النهائي وصفحه وهنئه بالحصول على الميداليه البرونزيه. وسبورت نيوز قالت الاهلي يتوج بالميداليه البرونزيه في مونديال الانديه. في السعوديه طبعا قامت الدنيا بعد خساره الهلال 4-0، كانت يعني صدمه كبيره جدا. صحيفه الشرق الاوسط السعوديه قالت مونديال الانديه خساره كارثيه للهلال بطلاها كينو وبيريرا. دي صحيفه الشرق الاوسط. كمان صحيفه الرياضيه السعوديه على تويتر قالت علقت على المباراه وقالت خساره الهلال برباعيه امام الاهلي واحتلاله المركز الرابع. الرياضيه السعودية قالت الزعيم رابع بالأربعة، يعني ان الهلال خسر 4-0. جريده الوطن السعوديه قالت الهلال يخسر بتخبطات جارديم واخطاء اللاعبين، طبعا المدير الفني واخطاء اللاعبين. اما المدينه السعوديه فقالت الظروف تكلمت والهلال يخسر بالاربعه ويعود بالرابع. موقع سبورت السعودي قال الاهلي المصري يقصو على الهلال برباعيه ويحقق برونزيه مونديال الانديه. وموقع المدرج المحايد الاهلي يمطر شباك الهلال بالرباعيه.
دي ابرز ما جاء فيه. طبعا خساره النادي زي الهلال، الاهلي لما بيكسب الهلال بص تعدد المكاسب، ميداليه برونزيه فوق 2.5 مليون دولار اخذهم كجوائز يعني، غير ان هو قال ان انا زعيم اسيا وافريقيا، لان يعني الهلال بطل اسيا والاهلي بطل افريقيا، فاصبح يعني بطل نصف كوكب الارض يعني، واسيا قاره كبيره وقاره يعني الكره فيها قويه جدا بجانب قاره افريقيا. كمان ان انت تكسب السعوديه، ده ديربي مصري سعودي، لانه الهلال من الانديه العظيمه جدا على المستوى الاسيوي وعلى المستوى العربي. طبعا الهلال الفريق يحظى بكل التقدير وكل الاحترام، وحتى المدرب بتاعه بعد المباراه في تصريحاته قال ما احترمناش المباراه كويس، يعني احنا نزلنا قدام الاهلي افتكرنا ان احنا ممكن نجاري ونخش ونهاجم، هم فاجئونا بطريقه اللعب بتاعتهم، وقال ان الحكم ما غلطش وكان في 2 طرد في هذه المباراه. والراجل قال انه الحقيقه الاهلي يستحق الفوز في هذه المباراه، وقال ان كانت في قسوه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي. انا عايز اوريكم الملعب ده، الصوره دي صوره لملعب ملعب جديد في السنغال. الملعب ده تم افتتاحه وهيشهد انطلاقته المباراة بتاعت منتخب مصر في كأس العالم، في تصفيات الأخيرة لكأس العالم. الملعب ده هتتلعب عليه مباراة مصر والسنغال يوم 29 مارس، مباراتنا الأولى هنا في مصر 23 مارس، المباراة دي 29 مارس. وعلى فكرة الملعب ده بيسع ل 50,000 متفرج. طيب انت بتتكلم في تكلفة 238,000 مليون يورو، وطبعا هو بينور بهذا الشكل ب 238 مليون يورو عفوا تكلفته، وبينور بهذا الشكل ده طبعا الوان الطاقم او العالم السنغالي والطاقم اللي بيلبسه المنتخب السنغالي اللي بيبقى دايما بالاخضر وبالاصفر وبالاحمر. الافتتاح بتاعه هيكون يعني يمكن بعد 9 ايام، ميعاد الافتتاح بتاعه ان شاء الله هيكون 22 فبراير. وما فيش شك انه الانتصار حلو، يعني لما بتبقى الدوله الكره فيها نهضه زي السنغال كده ونجوم كبار جدا، فبيهتموا جدا بالبنيه التحتيه. استاد يعني هتلعب اول انطلاقه له هتكون مباراه العوده بين مصر والسنغال في التصفيات النهائيه لكاس العالم. خليني بسرعه اطلع وتابع معاكم الأهم عناوين الأخبار القادمة. من سيتحمل المسؤولية؟ الجبلية تصدم كيروش ولا وديات قبل مباراتي السنغال، والمدير الفني يفتش عن ظهير أيمن ولاعبي وسط قبل مواجهتي الحسم، ومحمود سعد يقترب من خلافة فنجادة في الإدارة الفنية، وفنجادة يراهن على استمرار طبعا البرتغالي كيروش. بخلاف اللائحة 2000 دولار مكافأة إجادة لكل لاعب في الأهلي عقب أرباح زادت عن 80 مليون جنيه. وموسيماني يرفض الإفراط في فرحة المونديال ويطالب بالتركيز في مواجهة بطل السودان. والمدير الفني في ورطة كبيرة بعد عودة بدر بانون. ولهذا السبب شيكابالا ينجو من عقوبة الكاف بسبب آدم. كارتيرون يشعل الأزمة مع إدارة الزمالك ويفوض وكيله لحضور جلسة التفاوض. ونكشف العرض الأخير لبن شرقي قبل غلق باب المفاوضات نهائيا. وفقرتنا التالية كابتن أحمد مجدي لاعب الأهلي والزمالك الأسبق يتحدث مع بوكس تو بوكس. قبل ما اخش معاكم على الاخبار اللي معايا، عايز اوريكم حاجتين. يعني بصوا، عصام الحاضر منزل فيديو على السوشيال ميديا بيبين بيتصوروا تقريبا صور للمنتخب، يعني الفوتو سيشن، يعني عشان الكلام اللي اتقال ان كيروش طالب تغيير في الجهاز المعاون، الناس قالت كده، فعصام قام اردد بالفيديو ده. ده طبعا كارلوس كيروش، بص هو بيعكس عصام الحاضر وهو بيتصور. انا على فكره لما بشوف الحاجات دي مبسوط جدا، لان ده بتعكس روح جوه الفرقه. ما هو كيروش برضه لعيب كوره يعني في الاخر، شخصيه قويه وقائد والمدير الفني وكل حاجه، بس برضه في الكواليس راجل يعني برضه بسيط ودمه خفيف، والروح دي بتبين لك انه
فعلا انعكست على اداء المنتخب بشكل كبير جدا في كاس الامم الافريقيه. فدي لقطات الحقيقه حطها عصام الحضري على الاكونت بتاعه، شايفها يعني طريفه جدا وبتديك كده انطباع جامد جدا. عيالكم لي كارلوس كيروش والجبلايه بتقول لك احنا مش لاقيين ماتش ودي، والراجل كان عايز يعمل ماتش ودي للعيبه، مش انا ما بحبش اقول المحليين، المحترفين في الدوري المصري جوه الدوري المصري يعني. فهو كان محتاج ان هو يعمل ماتش ودي، لكن بلغوه انه لضيق الوقت كان صعب جدا ان احنا نتوصل لاي اتفاق مع اي منتخب عشان نعمل ماتش ودي خلال شهر مارس. فالراجل هيضطر انه يعمل معسكر مغلق لفتره زمنيه كده للاعبين اللي محترفين في الدوري المصري، علشان خاطر الراجل يقدر يجهز لعيبته مع المحترفين لما يجوا يبقوا جاهزين للمواجهتين الحاسم اللي مع المنتخب السنغالي. مؤكد ان المنتخب المصري محتاج بعض المراكز، يعني في كاس الامم الاصابات اللي حصلت والصليبي بتاع اكرم توفيق يخليه محتاج حد تاني، يمكن يحتاج عمر كمال عبد الواحد يلعب في الطرف، يلعب كجناح يحتاجه في ده، فيبقى محتاج باك رايت. امام عاشور ظهر بشكل كويس جدا، عمر كمال عبد الواحد ظهر بشكل كويس جدا، عشان كده انت برضو ده يفسر لك ليه كارلوس كيروش بيحب اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز. هات لي كده الاسماء اللي موجوده اقول لك كام لعيب ينفع يلعب في اكتر من مركز اللي في المنتخب المصري. انت عندك حمدي فتحي ممكن يرد يلعب سيرد باك ويلعب في خط النص، عندك ادي عمر كمال عبد الواحد، عندك ادي امام عاشور، مهند لاشين بيعمل كده، فتوح ممكن يلعب على الطرف وممكن يلعب كباك ليفت، فعندك ايمن اشرف ممكن يلعب سيرد باك، سيرد باك ممكن يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب كمان كباك ليفت. فانت عندك لعيبه المنتخب المصري عنده عدد كبير من اللعيبه الجواكر اللي هو احنا كنا بنقول عليه جوكر، بيلعب اكتر من مركز، بس بقى في عدد كبير من اللعيبه تقدر سيد زيزو يقدر يلعب في الطرف اليمين، يقدر يلعب هاف ديفندر، يقدر يلعب تحت رؤوس الحربة، يقدر يلعب على الطرف كجناح أيمن، فالراجل يقدر يلعب باك رايت. فالراجل الحقيقة عنده أكتر من لعيب تعمل مهام كتيرة جدا، فبيدور برضو على حد ناحية اليمين ممكن يقفله الغياب أكرم توفيق خلال الفترة الجاية. كمان محتاج لعيبة في خط النص لأنه حصل إصابات وحصل بعض المشاكل الحقيقة، فمحتاج كمان لعيبة في خط النص. فكل اللعيبة أنا بقول ده ليه؟ عشان كل لعيبة الدوري المصري تجهز، الراجل بيحط عينه على اللعيب اللي بيبقى جاهز ومستوى ثابت. ممكن تبقى لعيب مش معروف مش جماهيري، وارد يعني، ما حد كان يعرف يعني مروان داود، حد كان يعرف أحمد ياسين، المهم أن أنت تدي وتبقى مستواك ثابت. حتى احمد عبد القادر بالتألق الكبير اللي هو فيه ده كنا بنقول ايه، لازم مستواك يبقى ثابت، لازم تعمل ده بقى في كل الماتشات اللي جاي عشان خاطر يوسف اوباماك على فكره كان متألق جدا 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 مع الزمالك امبارح، وهنروح للزمالك ونتكلم. نادي الزمالك لعب مباراه مع بترو اتلتيكو، النتيجه غير الاداء، الزمالك كان امبارح الحقيقه مستواه رائع جدا، لو من اجمل المباريات اللي لعبها الزمالك في اخر سنتين الماتش بتاع امبارح. وما تفهمش الزمالك ليه مباريات كده عجيبه جدا، كان السنه اللي فاتت برضه في دوري ابطال افريقيا لعب مباراه عالميه مع المولوديه الجزائري وتعادل 0-0، فالنتيجه تقول 0-0 في القاهره فتقول يا الزمالك كان وحش وكان مستوى، انما لا كان مكسر الدنيا وقتها مع المدرب السابق كان اسمه ايه البرتغالي ده اللي قبل كارتيرون، نفس القصه مع اللي هو باتشيكو ده، نفس القصه امبارح مع بترو اتلتيكو الحقيقه عامل ماتش، يعني الزمالك امبارح مضيع فوق 15 جول يا جماعه، يعني راح للجول 15 مره ومضيع فرص كتيره جدا، والعارضه بتشيل والدفاع بيشيل والحارس المرمى بيشيل وفرص بالهبل ضايع من لعيبته، كان في باد لك لدرجه التعادل جاي في الدقيقه 95 بكره الونش وخبطه في لعيبه داخله بالعافيه. بس كل الكلام ده بقى انا عايز اقول ليوسف اوباما، انت امبارح على فكره ممكن تكون دي بدايه علاقه جديده مع كارلوس كيروش، لانه امبارح يوسف اوباما مع شيكابالا قد ايه في تفاهم بين الاثنين، عملوا جول حلو قوي الجول الاولاني، يوسف اوباما امبارح نزل قلب الماتش كمان اكتر من الناحيه الهجوميه، بس محتاج يبدا طول الوقت كده. الروح دايما اقول الفرق الكبيره محتاجه روح اكتر ما محتاجه فنيات، ليه؟ لان هو اوريدي عشان تبقى فريق كبير لازم تبقى لعيبتك نجوم، كل لعيبتك فنيات عاليه، فاوريدي الفنيات موجوده، منتخب مصر هتلاقي الفنيات موجوده، في الاهلي هتلاقي الفنيات موجوده، الزمالك هتلاقي، كل الفرق الكبيره كده، لكن الروح تفرق بقى 50% على طول، قبل ما يبقى عندك روح عاليه وتبقى عندك رغبه حقيقيه في الفوز وعدم ياس وطول الوقت عندك طموح في الملعب وطول الوقت ما عندكش ياس،
بيفرق معاك جدا في ده اللي حصل امبارح مع الزمالك، وقدر ان هو يتعادل رغم ان هو اتاخر 2-0، لكن النتيجه النهائيه 2-2 عكس سير المباراه. بالتالي المدير الفني هيفتش على لعيب، انا قلت يوسف اوباما وقلت احمد عبد القادر، الاثنين بارزين جدا دلوقتي، محتاجين ان هم يستمروا على نفس هذا الاداء، لانه ممكن ياخد واحد منهم، ممكن ياخد احمد عبد القادر او ياخد يوسف اوباما قبل ماتشين السنغال. الوقت في صراع تحت، يعني انا بقول ايه، في نجاده في كلام ان الكابتن محمود سعد هيتولى المهمه بديلا ليه في نجاده، كان هو اللي موجود مدير فني، وبعدين جه عليه في نجاده، وبعدين في نجاده عقده يخلص معرفش في شهر 5 ولا ايه، فقال لك انه هيمشي، هيستنى معاده يخلص وبعدين يمشي الكابتن محمود سعد. في نجاده بيران على ان كارلوس كيروش يوصل كاس عالم، صعب جدا امشيه في نجاده. وانا عايز اقول على حاجه، اذا كان في تفاهم بين المديرين الفنيين، طبعا الكابتن محمود سعد راجل كفاءة فنية لا جدال فيها ولا نقاش فيها، يعني مسألة احنا مش هنتكلم فيها، يعني لو اتكلمنا فيها نبقى ناس بنهرج بنهزر يعني. لكن افرض فنجادة متفاهم مع الأجهزة الفنية، يعني متفاهم مع كارلوس كيروش، متفاهم مع كابتن شوقي غريب، مع كل المنتخبات الأخرى، يستمر على الأقل لغاية كاس عالم إن شاء الله لما نوصل كاس عالم يستمر. المشكله يعني هي مش قصه لازم امشي اصل المرتب اصل ما اعرفش ايه، لكن لما تكون منظومه ناجحه وماشي ما تلعبش فيها، هو مش تغيير لاجل التغيير. حتى لو هتجيب كابتن محمود سعد كفاءه فنيه عاليه جدا جدا ما اقدرش اتكلم فيها، وده لا ده مش معناه بقول ما تجيبوش الكابتن محمود سعد، لكن اذا كانت بقول لمنظومه الكوره، اذا كانت الامور الفنيه راكبه على بعض بهذا الشكل ما تلعبش فيها، خليها مكمله لغايه الاخر. افرض وصلنا كاس عالم، وده ان شاء الله بنسبه كبيره باذن الله هيحصل، يعني سيب الدنيا ماشيه زي ما هي، بتستمه زي ما هي. فكان جاد بيران على كيروش ان هو هيوصل كاس عالم وبالتالي هيكمل وهيبقى وسيله ضغط، والكابتن محمود سعد بيراهن او اللي بيفكر يعني ان هو يخلف فنجاده بيراهنه على انه الراجل عقده ينتهي ويجي الكابتن محمود سعد. طبعا بعد فوز النادي الاهلي وتحقيقه للميداليه البرونزيه وفوزه الكبير على الهلال، طبعا طبيعي جدا لازم تبقى فيه مكافآت ولازم تبقى فيه قصص كتيره جدا. المكافاه الرسميه 170,000 جنيه، وصلت ل 220,000 جنيه، ضافوا 2000 دولار مكافآت زياده او مكافآت اضافيه، مكافآت اجاده سميها زي ما تسميها، عشان توصل لحوالي 210,000 جنيه المكافاه لكل لعيب. وعلى فكره الارقام دي لما تيجي تحسب، بص انا عايز احسب 220,000 جنيه، اشتغل لهم بقى محاسب لانه ادي 220,000 في قول البعثه مثلا كام، 30 واحد مثلا، فانت بتتكلم في 6,600,000 جنيه، 6 قول 7 مليون جنيه اذا اعتبرنا يعني بالاداريين بتوع غرفه الملابس، بقول 7 مليون جنيه. الاهلي كسبان في البطوله دي 2.5 مليون دولار، ادي 2 ده كام صفر يا جماعه، ادي في 15.70 مثلا، فانت بتتكلم الاهلي كسبان 39 او 40 مليون جنيه من البطوله دي، فلما يوزع 7 مليون جنيه مكافئات زي الفل، لان الفرقه دي جابت له 40 مليون جنيه والباقي بيصب طبعا في خزينه النادي، ففي انعاش الحقيقه لخزينه النادي، وانا بقول ده حقه يعني. يعني طالما كسب الفرقه كسبت وتالقت بهذا الشكل رغم كل الصعاب، وعلى فكره لما بتكسب بعد ازمات كبيره جدا طعم الانتصار بيختلف، بيبقى احلى، بيبقى اطعم على فكره يعني. علشان كده موسيماني لما تسأل انهي ميداليه برونزيه افضل لك او حسيت فيها بالانتعاش اكتر او بالفرح، قال لك دي اكتر من اللي فات، اللي فات كنت سعيد جدا اول مره احققها، لكن دي كانت اصعب، بالتالي كانت فرحتها بالنسبه له الحقيقه اكبر. لكن موسيماني راجل واقعي، قال لك ايه، قال لك وده اللي بنقاله على طول كابتن خطيب من اول دقيقه، فرحوا الساعتين ثلاثه راحوا الاوتيل يغيروا يظبطوا وبعدين هركبوا الطياره، قال لك بس ستوب. نفس الكلام قاله موسيماني اللي لعبته، انت هترجع بيتك، انت الاهلي كان في معسكر كمان لعبت المنتخب، طلعت من الكاميرون على الامارات ما عادتش يعني، فانت بتتكلم بعاد عن البيوت شهر ونص مثلا ولا شهر وعشر ايام، وفي لعيبه قاعده بقى 15 يوم مع النادي الاهلي ولا حاجه، فقال لك ولا 10 ايام، فقال لك لا لا افراط في الفرح، احنا كسبنا وخدنا الميداليه البرونزيه، يوم الجمعه عندنا الهلال،
والفكرة انطلاقة دورة أبطال إفريقيا الانطلاقة مهمة جدا، فلازم نكسب ماتش الهلال. طب نقعد نفرح النهاردة وبكرة وبعد، طب نروح الهلال وإحنا عندنا النشوة دي يستغلها الهلال، خصوصا الهلال على أرضه صعب، فريق مش سهل والهلال فريق كبير. مجموعة الأهلي تبان كأنها يعني سهلة، مجموعة الزمالك تبان كأنها سهلة، لكن هم مش سهلين على فكرة. يعني شفنا امبارح مترو أتلتيكو على فكرة عنده أخطاء برضو يقدر يلعب عليها الزمالك، لكن الفريق منظم وفي لعيبة تقيلة. الاهلي برضو عنده سان داونز، عنده الهلال، عنده المريخ. المريخ قالك هلعب كل الماتشات في القاهره ما عدا الاهلي هلعبه في جنوب افريقيا. فالاهلي تبان ظاهريا المجموعات سهله لانه بيصعد اول وتاني، فيقول لك معقول الاهلي او الزمالك ما يبقوش ممكن ما يبقاش اول وتاني؟ المانع يعني ازاي انا ما اشتغلتش واجدت واشتغلت بقوه ولعبت وكسرت الدنيا؟ ما انا مش هصحت، كل فريق موجود في الاربعه بطل الدوري في بلده وعنده طموحه يعني في الاخر يعني. فقال لك مفيش افراط في الفرحه، خلاص المونديال اقفل الصفحه ولازم نركز جدا في الماتش بتاع السودان. انا ليه بقول ان موسيماني في ورطه من عوده بدر بنون؟ ليه؟ النهارده ياسر ابراهيم متالق جدا ومحمد عبد المنعم جاي عشان يلعب اساسي، هو مش جاي بيهرج. محمد عبد المنعم مشروع لعيب هيحترف، انا متاكد 6-7 شهور ان اذا استنى هيستنى المونديال لو وصلنا ان شاء الله باذن الله نوصل. اذا استنى هيستنى كده انه عشان يلعب المونديال فيتالق فالانديه تبص عليه اكتر او سعره يزيد اكبر. لكن لا قدر الله لو ده ما حصلش محمد عبد المنعم الموسم الجاي اعتقد هيلعب في اوروبا، هو مشروع لعيب لازم يروح اوروبا، احمد فتوح لازم يروح اوروبا، امام عاشور لازم يروح اوروبا، عمر كمال عبد الواحد لازم يروح، اللعيبه دي لازم تطلع اوروبا. اي لعيب يجي له عرض لازم يطلع اوروبا. قبل كده انا قلت ما عجبنيش احمد فتوح لما قال لك انا في انتظار عرض من نادي كبير او هفضل في الزمالك. غلط غلط، لان الاوروبا حتى مش بتروحش دوري كبير، لكن تقدر تاخدها بالتدريج، تروح تركيا، تروح بلجيكا، تروح هولندا، تروح السويد، تروح فنلندا، تروح سويسرا، ما كل دي دوريات تقدر تنقلك على طول على الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والانجليزي والفرنسي والدوريات الكبيره الخمسه الكبار. ممكن يبريك محطه قبليها مفيش مشكله ولسه السن صغير. فمحمد عبد المنعم جاي عشان يلعب اساسي في الاهلي ومستواه يأهله لده. طب ما تألق ياسر ابراهيم هيروح فين بدر بنون؟ ياسر ابراهيم مكسر الدنيا مع النادي الاهلي، ياسر ابراهيم في كاس العالم للانديه خاتمها ولا اروع، من افضل اللاعبين لم يكن افضلهم في البطوله الحقيقه يعني، وهداف وهجام ولاعيب ومدافع قوي وكل حاجه. طيب النهارده جايب جون قد لوكاكو كام بقى؟ 3؟ جايب جولين لوكاكو، جايب جولين وهو جايب جولين، طيب من هدافين المونديال يعني. فانت بتتكلم في ياسر ابراهيم سردباك قوي جدا في البطوله دي، ومحمد عبد المنعم جه. طب بدر بنون لما يرجع يلعب مكان مين؟ ده هتبقى ورطه بالنسبه لبيتسو موسيماني. طب هيلعب بدر بنون ومحمد عبد المنعم وده اقرب؟ طب ياسر ابراهيم بعد كل التالق ده هتجهد حقه؟ طب ياسر هيلعب جنب بدر بنون؟ طب محمد عبد المنعم اللي مكسر الدنيا مع المنتخب واللي جه على طول مع الاهلي واندمج في 5 ثواني، كان لعيب كانه بيلعب في الاهلي بقاله 100 سنه هتجد حقه؟ طب بدر بنون اساسا سردباك تقيل جدا ومحترف في النادي الاهلي وليه دور مهم جدا في قياده الدفاع الاهلي، ما هتبعده؟ فدي ورطه الحقيقه، لكن دي من الورطات الحلوه يعني كل ما يكون عندك. لكن كيف سيتعامل موسيماني بقى مع الاسماء ومع اللعيبه ومع القصص اللي زي دي هنشوف. زي ما اتكلمت الزمالك اتعادل مع بترو اتلتيكو، لكن اداء الزمالك يقول لي ان هو مرشح بقوة للتأهل، أداؤه بيقول كده، سيبك من النتيجة. طبعا الزمالك كان يستحق الفوز ويستحق تحقيق 3 نقاط، هو اتعادل في المباراة دي وده على فكرة أنا عايز أقول لكم بس النتائج بتاع دوري أبطال إفريقيا برضو. الوداد طبعا كان كسب السجرادة اللي هو النادي الأنجولي الثاني، تعرفين هو في ناديين من أنجولا، بترو أتلتيكو وسجرادة ده، وفي الوداد المغرب وفي الزمالك. الوداد كسب المباراة بتاعة سجرادة 3-0، أوكي مفيش مشكلة يعني. لكن أداء الزمالك مبشر، أداء الزمالك مبشر الحقيقة في المباراة اللي لعبها امبارح، وبالتالي في أمل إن الأهلي والزمالك إن شاء الله يبقوا موجودين في المرحلة أو يصعدوا لدور ال 16 بعد كده. الزمالك عنده الماتش الجاي هيكون مع سجرادة الأنجول، هيكون يوم 19 السبت 19 فبراير. الأهلي طبعا عنده الهلال يوم الجمعة إن شاء الله في السودان. الأهلي طبعا ملوش ترتيب لأنه سان داونز كسب
كسب الهلال السوداني 1-0، فصن داونز متصدر بثلاث نقاط. المريخ والاهلي ما لعبوش المباراه الاولى لانها اتاجلت، والهلال في المركز الاخير بلا رصيد من النقاط. طيب الزمالك ادارته عايزه تجتمع مع كارتيرون تتكلم مع حقه، لانه الزمالك نادي عايز بيسعى للتاهل وانه يحقق انجازاته والكلام ده. لكن بعد الانتخابات كارتيرون متحفظ، فقال لهم انا هبعت لكم الوكيل بتاعي. الوكيل بتاعه اللي هو مين بقى؟ حازم فتوح. حازم فتوح ده العدو الاول للاداره الحاليه بعد نجاحها على مدار الفتره اللي فاتت. دايما يقول لك كارتيرون اوكي لكن وكيله لا، ما اعرفش مين اوكي ده من وكيله لا. فاذا كان الزمالك فعلا محتاج ان هو يحقق انتصارات، فلازم قبل ما يحقق انتصارات يحقق الاستقرار. والاستقرار بيتحقق ازاي؟ لما الدنيا تبقى هاديه، يعني الامور تبقى هاديه، المدير الفني يشتغل بهدوء، اللعيبه تشتغل بهدوء، اذا كانت في تجديدات تتم في سريه عشان خاطر الامور تمشي كويس. ان الزمالك بادائه امبارح مبشر، هتحسب ده يوسف اوباما اللي تهاجم، مش يوسف اوباما ده اللي تهاجم واتقال عليه كلام وبتاع وكتب على قال كذاب وحد وطلعوا في النادي قالوا ده اصله هو عمل شرط جزائي وانه ازاي والحواديت دي كلها امبارح مكسر الدنيا. الحقيقه يوسف اوباما ده شيكابالا اللي كانوا بيقولوا بيفكر يعتزل في نهايه الموسم. فاداء الزمالك امبارح مبشر جدا الحقيقه يعني، فمفيش داعي للازمات اللي بترصد بقى. كارتيرون مش عايز يقعد ليه؟ مش عايز يقعد عشان خاطر ما يتقالوش وانت وعملت وسويت وقلنا ورحنا وبيتقال مش بيتقال والجلسه مسجله، وبتخش في مود بايخ ورخم. ما انت عايز خلاص امير مرتضى مشرف على الكوره يروح يقعد معاه، المشكله دردش معاه وينقل المجلس يعني. يعني انا في رايي من ضمن الحاجات برضو عندي حاجتين كده على الزمالك. شيكابالا امبارح كان في الماتش حاطط على التيشيرت بتاعه ادم، بعض الناس قالت لك ده في عقوب ادم ابنه طبعا شيكابالا الصغنن يعني، فهو يعني بيحب ابنه وشيكابالا طفل اكتر من ادم، يعني شيكابالا فيه طفوله اكتر من ادم على فكره. ويبان شيكابالا والنجم ولعيب كبير وكل حاجه و35 سنه، انما هو اصغر من ادم والله. انا اعرف شيكابالا من هو عيل صغير يعني مربيينه يعني، انما هو طبعا عاشق للزمالك وابنه حبيبه فحاطط ادم، فقال لك بس الكاف هيعمل عقوبه على شيكابالا لانه لازم تحط على التيشيرت بتاعك اسمك او اسم شهرتك. لكن شيكابالا كان ذكي يعني، من ضمن لما طلب من الزمالك وقت ما اتحطت الاسماء والقائمه الافريقيه بيكتب الاسم واسم الشهره، فهو حط اسم شهرته ادم عشان خاطر لما يحط اسم ابنه. طبعا ده تقدير لابنه، وهو عايز يعود ابنه من صغره كده على حب النادي وعلى انه يبقى شغوف بكره القدم وكل الكلام ده. ف مفيش مشاكل لشيكابالا، والحقيقه هو بوضع اسم الشهره ادم في القائمه الرسميه لنادي الزمالك فخلع من القصه بتاعت العقوبه اللي الناس تصورت ان هي ممكن تحصل عليه. خلوني بقى، عندنا تقرير عن نادي الزمالك مع بترو اتلتيكو والعثره الاولى وهل هتاثر على الفريق ولا لا. لكن الاول هقول لكم ان الزمالك قدم لاشرف بن شرقي عرض اخير، خلاص الانتخابات خلصت وخلصنا واتقفل الموضوع وبتاع، فبعتوا له رسمي على الميل على فكره، رسمي بعتوا له ايميل رسمي، احنا عرضنا $1,800,000 في الموسم. تحت الحساب ما نشوف اخرة الحسابة دي، $1,800,000 في الموسم ماشي، يعني كام دول بالمصري؟ 28 مليون جنيه تقريبا، 28 مليون وكسور يعني ماشي اوكي. مبلغ مش صغير على فكرة، اكتر من علي معلول لما جدد في الاهلي. وقال له خلاص بقى ده اخرنا يعني، بص احنا شدينا الاستيك لاخره، ده اخرنا، حضرتك هتموافق تعال نمضي يلا التلات سنين وبدون شروط جزائية. ما فيش شروط جزائيه، عايز بقى نقعد نتكلم في مقدم ومال، ما فيش مشكله حقك، لكن ما فيش شروط جزائيه واحنا اخرنا في الموسم $1,800,000 ومستنيين رد اشرف بن شرقي، عايزين راي انا مش هيجدد. المهم طارق حامد فين وابو جبل فين؟ دي من الحاجات اللي لازم الزمالك يركز عليها خلال الفتره الجايه. خلينا نشوف هذا التقرير عن الزمالك بعد لقائه في مباراه بترو اتلتيكو، تعادل مخيب كنتيجه لكن في رايك اداء كان اداء عالي جدا. ثم فاصل ثم نعود نتواصل مع الكابتن احمد مجدي نجم الاهلي والزمالك الاسبق للحديث عن فوز الاهلي بالبرونزيه وايضا مباراه الزمالك وبترو اتلتيكو امس. We'll be right back.
المشجع الزملكاوي لا يحتاج للدراما في حياته لأن فريقه يمنحه جرعة كافية من هذه المشاعر. لابد للزمالك العظيم أن يدخل الحسابات المعقدة مبكرا في أي بطولة، لذلك انتصاراته على قلتها تأتي مشحونة بكم كبير من التعاطف والصخب والذكريات التي تتحدى مرور الزمن. مباراة بترو أتلتيكو الإنجولية قدمت نموذجا من زمالك اليأس والأمل معا، زمالك الهزائم والانتصارات، زمالك العودة من اللاشيء إلى كل شيء. الزمالك الذي كان يجعل جماهيره تخرج من مباراة انتهت بالتعادل على أرضه كأنها حصدت بطولة. تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو في مستهل مشواره بمجموعات دوري الأبطال. قبل المباراة كانت أحلام العودة لمنصات التتويج هي الشعارات التي ترددها الزمالك، لكن بعد التعادل ينشغل هذا الجمهور العظيم بحسابات التأهل أولا. الزمالك تأخر بهدفين نظيفين في أول دقائق المباراة أمام بطل أنغولا قبل أن ينجح في الرد وإدراك التعادل في الوقت القاتل من عمر المباراة بفضل ثنائية أوباما والوينش. لكن رغم العودة فإن حظوظ التأهل باتت معقدة، من كان الزمالك لا تستعصي عليه عقد، لكن لابد أن تعيش الجماهير أدوار دور المجموعات على أعصابها، خاصة أن الوداد البيضاوي المغربي تفوق على سجراد الأنجولية وتصدر المجموعة، بينما منح التعادل كل من الزمالك وبترو أتلتيكو فرصا متساوية في التأهل. فهل سينجح الزمالك بكبريائه وتاريخه في العودة بعد البداية المرتبكة؟ اهلا بكم من جديد، بيسعدني يكون ضيفي في هذه الفقره الكابتن احمد مجدي نجم النادي الاهلي والزمالك الاسبق للحديث عن تحقيق الاهلي الميداليه البرونزيه في كاس العالم للانديه، وايضا مباراه الزمالك امس مع بترو اتلتيكو، ومباراتي المصري النهارده وبيراميدز في كاس الكونفدراليه. كابتن احمد برحب. محمد ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ منورني. كله زي الفل، ربنا يخليك. واضح انا كل ما اتكلم حد له علاقه بالكوره ومهتم بالكوره بريء مبسوط من النتائج بشكل عام اللي حاصله في اخر شهر ونص سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي. الحقيقه مش كده، في حاله حلوه موجوده في بصراحه منتخب كمان بالذات، يعني منتخب انت دخل دور المجموعات كان فيه انتقاد شديد جدا من الشارع المصري والنقاد والمدربين وكل الناس اتفاجئت على المنتخب بالذات في اول 3 ماتشات كان فيه انتقاد كبير جدا، ما كانش فيه مستوى مطلوب، كان فيه تغييرات في مراكز اللعيبه، ما كانش فيه سيستم للعب واضح، ما كان تحس فيه عشوائيه. لكن بصراحه من بعد مباراه الكوت ديفوار بقى الدور ال 16 بدا المنتخب اداء فيه اداء فني احسن اكيد، بس روح اللعيبه دايما ظهرت احسن وكان في شكل كويس في الملعب. انت النهارده منتخب مصر ابتدى يلعب الصف الاول كله او اللي هو التصنيف الاول كله، اول مره في تاريخنا نلعب مع 5 قوه عظمى في التصنيف الاول. ما اقول لك التصنيف الاول، لعبت نيجيريا الدور الاول، لعبت كوت ديفوار 16، لعبت المغرب 8، لعبت الكاميرون سيمي فاينل، لعبت السنغال فاينل، تونس تقريبا بس هي الوحيده اللي في التصنيف الاول انت ما لعبتهاش، ولعبت 120 دقيقه وده برده 4 مرات ورا بعض صعب جدا، ما حصلش برده في تاريخ كاس الامم، جو حر جدا، رطوبه. فانت بصراحه يعني المنتخب بقى له فتره كبيره جدا ما جمعش الشعب المصري وجمع الناس كلها تبقى ظهر المنتخب بالمنظر ده. فبأمانة المنتخب كمان هو اللي جمع الناس كمان وخلى الدنيا كده، يعني واحد يحس ان ربنا يكرم ان شاء الله في ماتشات السنغال ممكن نقدر نعمل حاجه ان شاء الله. كنت متوقع الاهلي ياخد برونز الكاس العالم للانديه؟ والله في الظروف اللي هو كان فيها دي لا، يعني الظروف اللي هي بصراحه ظروف السفر اللعيبه في المنتخبات بتاعتها واللعيبه اللي ما كانتش بتلعب يعتبر في النادي الاهلي او الصف الاول بتاع النادي الاهلي، بس بصراحه الاول مباراه كانوا هايلين، عملوا ماتش هايل قدام مونتيري المكسيكي، عملوا ماتش هايل ودرس الماتش كويس موسيماني وقدر يدرس نقاط القوه والضعف بتاعت مونتيري واشتغل عليها وقدر يكسب. ماتش بالميراس حسيت ان الاهلي يعني احترم بالميراس زياده عن اللزوم، يعني زرع لزوم اداله وقت كبير قوي 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 جوه الملعب، بس برضه مش سهل، هو تعب تشيلسي بالفاينل ماشي، بس كان الاهلي ممكن يعمل حاجه احسن من كده في وجهه نظري على الاقل كاداء. لا كان ممكن يوصل للنهائي يعني في الفتره، يعني انت السنه اللي فاتت وقع مع بايرن ميونخ وكسبت بالميرس في البرونز بالظبط، لا وقعت مع بايرن ميونخ في الماتش كان صعب، فانت جالك حظك اللي انت دخلت في مونتيري بعد كده بالميرس انت كسبانه السنه اللي فاتت ويعتبر فريق في المتناول، يعني ممكن ند مع الاهلي، لكن الاهلي يعني حسيت ان هو يعني احترمه زياده عن اللزوم، خاف شويه لكن ما قدرش في الاخر يرجع
ويقدر يحرز، كان ممكن يحرز هدف ويجيب التعادل، لكن في الاخر ما قدرش، ما مشاش الماتش زي ما هو عاوز، بالعكس بالميراس هو اللي مشى الماتش زي ما هو عاوز. ودخل بقى في ماتش الهلال، الهلال انا كنت شايف ان الهلال بقى العكس، ما احترمش الاهلي يعني، نزل ما احترمش الاهلي اول ربع ساعه الاهلي مدربه يعني قال كده على فكره بعد الماتش، يعني حتى اي حد يتخيل موسيماني عمره ما يعمل ضغط عالي على الهلال، يعني اي حد يتخيل موسيماني. وخلي بالك الاهلي كان عنده يوم واحد أزيد للتحضير، انت الهلال لعب الخميس تقريبا، لعب الاربع، خد خميس جمعه، لعب سبت، لعب صح سبت. صح الاهلي لعب قبلها بيوم، احنا كنا لاعبين قبلهم بيوم، فده برده جزء برده من ان ادى النادي الاهلي فرق التحضير، فرق التحضير والقوه البدنيه والكلام ده كله. كان اول بس انا حسيت ان الهلال يعني الاهلي نازل عاوز يجيب جون وعاوز يخلص الماتش بدري ويعمل عمل ضغط عالي، وده كان ميزه عملها. لكن الهلال برده بدا البطوله كسبان الجزيره 6 في ارضه، لا ولعب شوط تاني لعب مع تشيلسي، عامل ماتش عالي جدا، شوط تاني بالذات عامل شوط مثالي، خسران 1-0. انا بقول لك هو تحس ان هو نازل عارف ان هو هيكسب. فطرد قبل الطرد كمان اول بصعب بصراحه الاهلي عملها يعني نموذجيه، الضغط العالي ده كمان ما كانش حد يعني موسيماني، لو انت بتفكر عمر موسيماني ما يعمل ضغط عالي على الهلال، وده يمكن فاجئ الهلال، ما عادش عارف يطلع من وسط ملعبه. الاهلي ضغط كبير جدا، شرس صدمهم بالظبط. مع برضو طبعا الطرد ساعد بعد كده بقى. يعني انت بتيجي تحل الكوره في الاخر مش هتحل بعد الطرد الثاني، الموضوع الثاني بعد الطرد الثاني ده انتهى. كان ممكن الاهلي كمان يطلع بنتيجه تاريخيه، فرص كتير نتيجه تاريخيه، لكن في الاخر بالظروف اللي الاهلي كان فيها دي ما كانش لحد يتوقع ان الاهلي يوصل. طب تشكيله الاهلي امبارح كان علي لطفي، علي معلول في الشمال، هاني في اليمين، ياسر ابراهيم وعبد المنعم في القلب، نص الملعب كان اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه، في الهجوم احمد عبد القادر وطاهر وشريف. تشكيل مثالي بالنسبه للعيبه اللي معاه، بالنسبه للواحد كان بيفكر فيه ان موسيماني هيعمل ايه، انه ينزل تحت الكوره ويلعب على المرتدات، فدول اسرع ثلاثه يعتبر عنده في الجزء الهجومي اللي هو يقدر يعمل عليه المرتدات. قادر سريع وقوي، يقف على الكوره كويس قوي زي ماتش مونتيري. طاهر نفس القوه، سريع وقوي يقدر يرفع الكوره، وشريف بيشتغل في المساحات. فده من تفكير موسيماني اللي هو كان عاوز يبدا او عاوز يشتغل تحت الكوره، لو احنا بنفكر كده يعني، لو عاوز يبدا تحت الكوره ويشتغل تحت الكوره ويبدا يعمل المرتدات، فالثلاثه دول يعرفوا يرفعوا الكوره وعندهم سرعات اوريدي يلعبوا بيها لقدام. لكن في الاخر هو غير السيستم كله ولعب اول ربع ساعه ضغط عالي. فجاه كاداء عبد القادر، هو لعيب كويس من زمان، بس هو اللي مش فاجئني هو موسيماني اللي كان لازم هو اللي يديله، لان انت دايما بيديله بقى كده قعده، اداله ماتش مونتيري وعمله هايل، بعد كده قعده ماتش بالميراس، حتى في الدوري يلعب ماتش وبعد كده تلاقيه قعده تاني. انا شايف ان ده لعيب لما تحطه كمان في الملعب هيعمل لك منافسه كبيره بينك وبين اللعيبه الموجوده. يعني المنافسه النهارده قفشه مش موجود، الماتش بتاع الهلال مش موجود وما نزلش حتى. وخلي بالك في حاجه انت شايف بالك منها، لو تفتكر السنه اللي فاتت اول لما كان قفشه بيغيب كان يغير طريقه اللعب 4-3-3 لانه ما عندوش صانع العاب. النهارده قفشه لو مش موجود الاهلي بيلعب بيأدي كويس وبيشتغل كويس، فده برده يحسب ان هو زود الجزء الجماعي بتاع الفريق، ما كانش الاول بتعتمد على قفشه لو مش موجود. طب حسين شحات لو مش موجود مش عارف ايه، قفشه بالذات لو تلاحظت السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا لما اتصاب لما جاله كسر في رجله او شرخ غير طريقه لعب 4-3-3. فانت دلوقتي النهارده الجماعيه بتاعت النادي الاهلي زادت اكتر بكتير من الفتره اللي فاتت. يعني بتعتبر احمد عبد القادر هو يعني افضل لعيب في البطوله دي من على النادي الاهلي؟ دكتور طه اختار ياسر ابراهيم. ياسر كان مؤثر جدا جدا. انا بتكلم على البطوله ثلاث ماتشات، ما خلي بالك هو لعب بالميراس نزل ما بداش، لكن ياسر تقريبا بدا ثلاث ماتشات. ياسر بدات اعتقد ياسر من احسن اللعيبه، وانا ممكن ادي ياسر برضو هو كان مؤثر جدا وبالذات في الماتش الاخير، الراجل جاب الجونين وكان وراجل مدافع فمؤثر جدا طبعا. تعتبر البطوله دي عوده لطاهر؟ طاهر بعد غياب طبعًا طويل طبعا، بالذات كمان ان هو لعب فرود في الماتشين الاولانيين، لعب فرود واشتغل وراح للجون كتير، لكن عاوز يفن الفينش بتاعه يبقى احسن شويه، وجري في المساحات انت في الاخر عاوز يجيب جون. لو اشتغل شويه على الفينش كمان هيبقى انت النهارده بتنافس محمد شريف وممكن يخش معاهم طاهر، فالدنيا بدا يبقى فيها لعيبه اكتر او فراتي اكتر بالنسبه لموسيماني، ان هو لو محمد شريف الدنيا شويه عاوز يريحه شويه تلاقي ممكن طاهر يشتغل، طاهر يريح شويه محمد شريف يشتغل، فهيبدا يبقى فيه تنافس اكتر، ودي مصلحه الفرقه في الاخر. اليو ديانج يعني اللقطه اللي شفناها ان كانتي ورايح له وعايز يتصور معاه ويديله القميص بتاعه وكل الكلام ده، انت شايف ان اليو ديانج يعني بدات الانظار تتجه له انه ممكن يبقى الموسم الجاي مش موجود مع النادي الاهلي؟ يعني
هو اوريدي عنده عروض من السنه اللي فاتت، وكان الاهلي كان تقريبا طالب 10 مليون يورو اعتقد، وهم كانوا طالبين 8 او حاطين 8. لكن هو لعيب كبير وعنده كل الامكانيات، اللعيب وسط الملعب ده ممكن يشيلك ده يعني، ده كمان لو انت بتلعب بواحد ديفندر قدامه اربعه ممكن يشيلهم لك كلهم. فعنده قوه، عنده سرعه، عنده بيقطع كويس، بيعرف يستلم ويسلم، بيعرف يقف، بيعرف الكره الطويله، عنده كل الامكانيات. بقول لك عنده كل امكانيات الديفندر الدفاعي والهجومي، اللي هو يقدر يشتغلك 8 ويقدر يشتغلك 6. فده لعيب بصراحه، حتى السنه اللي فاتت كنت بستغرب جدا ان موسيماني ساعات ما قعده في ماتشات، فقلت ده ازاي لما كان بيلعب 2 في نص الملعب ما كانش ينفع يقعد 2 3 1، كان بيلعب دايما كتير بيلعب السوليه وحمدي فتحي وده غريب جدا ان اللعيب زي ده يقعد في النادي الاهلي ازاي. ده الراجل ده ممكن يشيل لك وسط الملعب لوحده. لا لعيب كبير طبعا، واكيد هيجي له عروض يعني، لسه كمان صغير في السن. طيب علي لطفي تقييمك لايه في غياب الشناوي في البطوله دي؟ والله انا شايف ان هو شال برضه يعني، شايف ان مش يعني شناوي طبعا، مش شناوي اكيد مستوى مختلف، لكن في الاخر كده كده يعني. لما تيجي تبص انت، لما تيجي تتكلم او عاوز تروح تجيب جون كويس او جون من اللي هم الليفل رقم واحد في مصر، مش هيجي يقعد عشان يقعد احتياطي. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا، لما تيجي تشتري لعيب او جون من الانديه الثانيه اللي هي بيلعب فيها اساسيين وممكن يروح المنتخب، ومش ما حدش هيجي عشان يقعد للشناوي احتياطي. فانت اوريدي الشناوي لما تيجي تبص على الموسم كله قول بيلعب مثلا 95% من الماتشات، 90% الا لو في اصابه. لكن علي بصراحه لما بيلعب برده بعد فترات كتيره من غياب بيبقى تحس انه واقف على رجله، ما فيهوش يعني، ما تحسش انه بعيد عن الملعب، ما بيقفش كتير، لا تحس ان هو قريب جدا، وده برضو يحسب للراجل شويه. تهاجم في ماتش بالميراس يعني؟ نعم تهاجم شويه في ماتش بالميراس. لا ده طبيعي، انا شايف الاجوان، الجون الاول الجون الاول انفراد يعني بيحطها، والثاني شوطه في المقص دي انا شايف الجون الثاني كله غلطه من لعيبه الديفنس يعني، هو ما قابلوش من بدري والكلام ده كله. لكن في الاخر ما تحسش يا استاذ محمد، انت ساعات لعيب الكوره دايما بعيد عن الملعب تحس ان هو مختلف في الدنيا، لا مش مركز، محتاج وقت عشان وقت يرجع في الطلوع، وقت في اللي هو يرجع القرارات بتاعته، لا تحس، انا شايف ان هو طبيعي جدا يعني. الاهلي مش محتاج حارس مرمى، انا شايف، ومش اصل انت مش هتعرف تجيب حارس، ما هقول لك تاني، مش هتعرف تجيب حارس مرمى من الناس اللي هي التوب يقعد للشناوي، يقعد للشناوي وعاوز يلعب يعني. مثلا ابو جبل قعده يخلص، الناس بتقول لك الاهلي ممكن يفاوض، لو في مثلا، لا ابو جبل ما اعتقدش عمره مش يجي يقعد عشان مع الشناوي دلوقتي، انا بلعب في الزمالك عشان بس الناس تبقى عارفه، لان في ناس بتقول لك ان الاهلي بيفاوض ابو جبل وان ممكن يجيب ابو جبل. صعب جدا، انا بقول لك صعب، انه ممكن لعيب زي صبحي يجي الاهلي ويقعد. ده بالعكس، ده انت صبحي النهارده مشي من الزمالك ليه؟ عشان عاوز يلعب، مش عمره ما يروح الاهلي برضه عشان يقعد. هو في جوان يقول لك انا العب في اي حته بس العب اساسي، لان فرصتي في منتخب ممكن اتاخد تاني تالت، بقى موجود في الجو بتاع المنتخب. لكن لو رحت وقعدت ما بلعبش، مش عمري ما اتاخد. النهارده ابو جبل لما كانش لعب الماتش بتاع اللي في الدوري تمام المحله انا اعتقد قبل كاس الامم، ما كانش هيروح. انت بتلعب عشان يروح، مظبوط، ما كانش هيروح بالظبط. فانت الاجوان اللي هم الليفل رقم واحد في مصر عمرهم ما يروحوا فرقه عشان يقعدوا فيها احتياطي. محمد عبد المنعم بقى في اول مباراه مع النادي الاهلي شايفه ازاي؟ محمد عبد المنعم بصراحه لازم يحترف بامانه، بامانه شديده. انا بقول في اربع لعيبه لازم تمشي بصراحه، محمد عبد المنعم، فتوح، امام، وعمر. بس عمر خلاك كبير من صغير، عمر 29 سنه، فممكن صعب شويه ان هو يطلع. لكن الثلاثه دول هم لعيبه منتخب اولمبي، فممكن يطلعوا بكل سهوله وفي احسن فتراتهم دلوقتي في الوقت الحالي يعني. النهارده فتوح رقم واحد موجود في افريقيا دلوقتي، انا مش شايفه من رقم واحد في افريقيا. انا دايما بقول دي ماريه للكره الافريقيه. انا بقول لك امام عاشور برضو تطور كبير جدا النهارده، بيلعب ماتش الزمالك في مخه. بقول لك ماتش الزمالك بيلعب في وسط ملعب لوحده في وسط ملعب لوحده. انت لما تيجي برضو تلعب ماتش السنغال في مركز مش مركزه وتلاقيه بالقوه دي، لا قدام مين ده؟ قدام ساديو ماني، من احسن لعيبه برضو موجوده في افريقيا وفي العالم. وبرضو مع بنعم، لازم يطلع خلاص. عارف يا استاذ محمد، اللعيبه صغيره في السن بس خلاص. ما انت برضو قول لهم، لان انت كان ليك تجربه يعني. انا فتوح عمل تصريح وانا حتى انتقدت، قلت له فتوح ما ينفعش تقول كده. قال لك انا يا اروح نادي كبير في اوروبا يا مش هحترف، افضل في الزمالك. لو راح نادي كبير في اوروبا هيرجع، بس عشان دي مهمه برضه. لا هيرجع طبعا، لان انت برضو بص، ان مشكله اللعيب المصري وعندك نماذج يعني واضحه، ما بقولك لما بيطلع فاكر ان هو نجم عشان هو بيلعب في الزمالك او الاهلي، فهو نجم فالجمهور عارفه. لكن هناك انت الكلام ده مش هناك، عشان تخش فرقه كبيره وتلعب فيها انت عاوز تعدي بمراحل. مراحل انت صلاح، افتكر نموذج صلاح، بلاش صلاح، خلي صلاح ده على جنب. رمضان صبحي لما راح ستوك رجع مع لعيب لعب دوري انجليزي ورجع كمان يعني، مش الانديه التوب. انا شايف ان هم لازم يطلعوا في حته متوسطه، يلعب اساسي ويشتغل على الاقل سنه سنه ونص، ياخد الاجواء بتاعه اوروبا، ياخد على اللغه وياخد على الاتيتيود بتاع المحترف الجزء الاحترافي هناك، بعد كده هيسافر غصب. ما انت شفت يعني صلاح سويسرا راح تشيلسي يعني، تشيلسي ما بقول لك اخذ وقت كبير قوي عشان يتاقلم، بعد كده راح رجع صلاح ايطاليا فين؟ راح الفيرنتينا تفتكر، قبل ما يروح روما وعمل موسم عالي جدا، بعدين راح روما وبعدين راح على ليفربول. التاقلم هناك صعب، التاقلم في اوروبا صعب بالذات
صلاح معهوش لغه عشان يبقى صلاح مر بمرحله حتى ميدو يعني ميدو بدا بلجيكا صلاح لما كانش غير لفورنتينا كان ممكن يرجع مصر او يروح بقى يرجع تاني سويسرا الكلام ده كله. لكن خطوه فورنتينا دي اللي رفعته لفوق لروما بعد روما الدوري الانجليزي يعني عدى بكذا مرحله لغايه ما اتطور. ولما كانش اتطور فيها ما كانش هيروح الدوري الانجليزي. فانا شايف ان هم يطلعوا في حته متوسطه يلعبوا اساسيين ياخدوا على الجو عشان يظهر ياخدوا على الجو كده. انت برضه لما تخش مثلا نادي الدوري الانجليزي لا انت عاوز موال كبير, انت عاوز تعدي الجو البدني بس كفايه الجو البدني. الجو البدني والجو نفسه الاجواء اللي حواليك المطره الساقعه الاجواء اللي تحت الصفر اللغه الاتيتيود بتاع الناس تتعامل مع الناس ازاي مع زمايلك. لا بياخد ده تصريح فتوح جابوه الشباب اهو لا افكر في الاحتراف الان انا مركز مع الزمالك لاني عندي افريقيا ودوري وكاس وكاس عالم انا عندي عروض لكن مش همشي الا عن طريق الزمالك. لو هحترف هروح نادي كبير, لو مفيش نادي كبير هفضل في الزمالك لانه الافضل ليا. فانا طبعا فكره انه يمشي عن طريق الزمالك ده طبيعي يعني ده النادي بتاعه. لكن انا اعترضت بس على الجمله دي, لو مش هروح نادي كبير مفيش نادي كبير هفضل في الزمالك. لا انا شايف هو يعني هو لسه صغير في السن يعني ممكن يلعب له في سنتين مثلا في حته ده احسن متوسطه. عارف انت لما تيجي تهيئ شيء لشيء اكبر انت بتجهزه لانه يروح حاجه اكبر. بس خلي بالك الانديه الكبيره عامه لما بتجيب لعيب من مصر او لعيب من افريقيا ما بيلعبش اساسي على طول, ممكن يقعد 6 شهور قبل ما ياخد على الجو وياخد على الطبيعه ويتمرن التمارين البدنيه بتاعتهم. لان هناك تمرين زي الماتش ساعه ونص تمرين هتلاقيها موت, مش زي التمارين عندنا في مصر الدنيا هاديه وبتاع. لا تمرين موت وهتلاقيهم بيطحنوا في بعض في التمارين. فالكلام ده كله هياخد منك وقت قبل ما واللغه عشان تتعامل مع المدرب بتاعك وتتعامل مع اللعيبه زمايلك تخش جوه الفرقه تخش جوه السيستم هتاخد وقت كبير. لكن انا اروح العب في حته متوسطه العب اساسي النهارده مثلا هديك مثال صغير جدا تريزيجيه النهارده ساب استون فيلا وراح راح تركيا ليه؟ وقبل ما يروح استون فيلا كان فين؟ عشان يلعب وقبل استون فيلا انا احب العقليه دي قبل ما يروح الدوري الانجليزي. ما تريزيجيه بدا ايه؟ بدا ببلجيكا وبعدين راح تركيا برضه قاسم باشا وبعدين طلع على الدماغ. انا بحب الدماغ دي انا طول ما انا بلعب فاكر النني النني ومشكلته مع الارسنال اللي ما كانش بيلعب عمل ايه؟ راح تركيا انا بقول لك انا احب الدماغ دي. انت النهارده لو مثلا بصيت على الارسنال النني لما راح تركيا لعب كام ماتش في الارسنال هتلاقي قليل جدا وبقاله كام سنه في اوروبا بقاله كتير. تمام النهارده لا راح تركيا ولعب الماتشات كلها بعد كده رجع ارسنال عمل فضل اعداد بقى زي الوحش معاهم واشتغل. وتعال نشوف ساديو ماني بدا فين, ايتو سامور ايتو بدا فين, دروجبا بدا فين. كل دي لعيبه كبيره جدا على مستوى العالم. هي في الاخر بص يا محمد هي برضو عقليه اللعيب بيفكر انا عشان كده لازم ومين اللي بيفكر لك نقول له فتوح يعني في دي انت مشروع لعيب عالمي يا فتوح مشروع 26 سنه 24 سنه لسه يعني وهو ممكن هو ممكن سنتين في اوروبا في دوله متوسطه تلاقيك نطت نطه جامده جدا وهو مشروع لعيب عالمي ووصل للبيك بتاعه كمان يعني 23 سنه بس وصل لمرحله خد بالك الحته بتاعته الشمال دي برضه على مستوى العالم ما فيهاش نجوم كتير يعني هو عنده فرصه ذهبيه هو طبعا محمد عبد المنعم وامام عاشور بس فتوح بالذات عنده فرصه ذهبيه يبقى حاجه كبيره جدا في عالم كره القدم فاتمنى بس ان هو ان شاء الله وبس يفكروا صح لان الموضوع مش بس انت زي حالاتي متوقع ان مش هيقعد. انا من اول ما هو في افريقيا انا قلت ما ينفعش يقعد حرام لو قعد صراحة. طب انا بقول ان هتبقى في مشكله لما بدر بانون يرجع. بدر بانون خلاص رجع الحمد لله من الاصابه الكورونا اللي عملت له ازمه لمده شهر فهيرجع بدا يتمرن تاني هيعمل الاهلي يعني في وجود بدر بانون وعبد المنعم وياسر ابراهيم مين الاثنين اللي هيلعبوا؟ هو بيلعب بثلاثه ورا ممكن يزق حمدي قدام في الحته اللي في وسط الملعب يا اما يفضل هو انت في الاخر انت بتنافس دي منافسه مفيش حاجه اسمها بقى مين يلعب ما يلعبش انت راجل بتنافس دلوقتي الاحسن في الملعب خد بالك هو ثلاثه ورا لما بيرد حمدي لتحت ما هو بيلعبوا اوريدي ثلاثه هو الاهلي بيلعب خمسه بيبقى ثلاثه هاف ديفندرز وحمدي بيرد لتحت يبقى ثالث مع الاثنين. ايوه ما بقول لك هو كده كده محتاج اثنين مساكين لو حمدي هيلعب ما هو حمدي خلاص هو بيلعب هو حتى اخر ماتش لعب بالثلاثه اللي هو ديانج وحمدي والسوليه. طب لو هو هيلعب بالثلاثه دول هاف ديفندرات يعني الحمدي والسوليه وديانج وحمدي هيرد ثالث مع الاثنين المساكين مع وجود بدر بانون ولاعب محترف ولاعب مهم دفاع الاهلي اخر سنه الحقيقه اخر سنتين بتتكلم برضه ياسر ابراهيم متالق جدا في كاس العالم للانديه وعبد المنعم ما يقعدش بصراحه يعني عبد المنعم لعيب شويه بصراحه انت في الاخر هتبقى في منافسه ودي مصر. خلي بالك انت لو تفكر يعني لو انت مدرب لو تفكر مع الاهلي كان دايما عنده مشكله في الحته دي دايما عنده مشكله في الحته دي. خد بالك راجع محمود متولي من قطر خلاص الحمد لله تمام هبتدي يرجع يتمرن هياخد شويه وقت وبعد كده ما بيلعبش مساك وبيلعب في منطقه وسط الملعب ما بيلعبش مساك بس انا بتكلم في ايه انا بتكلم كان دايما الاهلي عنده مشاكل في الحته دي لعيب كبير محمود متولي طبعا لو لعيب اتصاب منهم بيبقى في مشاكل النهارده لما تلاقي بانون بينافس ومحمد عبد المنعم بينافس ورامي ربيعه
وياسر ابراهيم. ما انت عندك ياسر ابراهيم ورامي ربيعه ومتولي لما يرجع، وعندك بدر بنون، وعندك محمد عبد المنعم، فانت عندك خمسه سته في الحته اللي بالك بقى من الباقي. اقول لك على حاجه، انت برضو خلي بالك الاهلي عنده بطولات كتيره هيشتغل عليها. لا انا بتكلم الثلاثه دلوقتي، عندي الثلاثه جاهزين يعني، سيبك من البدلاء ماشي، عندك رام، عندك ياسر بتالقه في كاس العالم للانديه، عندك عبد المنعم. لا انت ناسي واحد كمان، انت مش ناسي واحد مهم جدا وبيلعب على طول باستمرار، ايمن اشرف. وغير ايمن اشرف بيلعب اساسي اصلا ناحيه الشمال. ده غير ايمن اشرف، هو اللي كان بيلعب جنب بدر اساسا. هو اصلا ايمن اساسي، ده هو بدر بنون يعني، كان بيلعب بدر وايمن وفي وسطهم حمدي فتحي. مظبوط. لو انت بقى مكان موسيماني دي مشكله. طبعا مشكله بس هي في الاخر تنافس. انا لو لو حمدي مش موجود ورا، بالنسبه لنا هلاعب بدر في النص وعبد المنعم وياسر، عبد المنعم يمين وايمن شمال، وياسر يقعد. انا بالنسبه لي انا بس اوظف ياسر كمان في ما انت خلي بالك دي. انت في حاجه مش واضحه، ياسر ده هداف الاهلي. حلو، حلو، ما قلتش حاجه، بس انت في الاخر الاهلي بيبدا بسيستمه البيلد اب من بيت الهجمه من تحت. فانت عاوز طبعا عبد المنعم ده شاطر جدا في ده، وبدر كده وايمن اشرف نفس الكلام وبدر نفس الكلام. فانت اوريدي وما ينفعش لاعب الناس كلها بتبدا كره بس من تحت، لا عاوز حد قوي. هزنقها لك اكتر. طب لو هيلعب بالثلاثه فيهم حمدي في نص الملعب، من الاثنين ايمن اشرف وبنون وعبد المنعم، منهم الاثنين اعتقد هيبقى بنون وعبد المنعم. يعني عبد المنعم يقعد ايمن كمان. لا عبد المنعم رقم واحد، انا بالنسبه لي رقم واحد في مصر دلوقتي، حتى على بدر، على بدر هو والونش مع بعض. انا بالنسبه لي هم الاثنين هو والونش مع بعض في نفس نفس الليفل. ولاعب كبير بصراحه، ولسه صغير في السن، خلينا نتكلم، لسه صغير في السن كمان، فده عنده لسه المستقبل قدامه كبير. مستقبل قدامه كبير، بتكلم 23 سنه يعني. انا بقول لك مستقبله كبير. اعتبر انه بس انت بتقول لي الونش وعبد المنعم دول احسن اثنين بالنسبه يعني في المنتخب. حجازي يقعد، هتبقى مشكله كبيره للراجل، خلي بالك كبيره جدا كمان. حجازي برضو انا بقول لك هيبقى مشكله كبيره جدا للراجل، لان الاثنين عندهم يعني الاثنين عندهم كل مميزات السيرد باك، سرعه، قوه، بيبداوا هجمه، بيلعبوا تمام كويس جدا، بيعرفوا يغطوا كويس، القوه البدنيه عندهم كبيره، عندهم مميزات كبيره جدا جدا. يعني النهارده مثلا لما حجازي مش موجود ما حسيتش باي فرق. ما انا معاك، بس في الثلاثه موجودين. ما انا بقول لك بقى دي بتاعه الراجل في الاخر، دي مش بتاعتنا احنا. انا بتاع الراجل بحجازي وعبد المنعم، هيستغل خبره حجازي شويه في الخط ده، بس الونش ما يقعدش برضه. الونش ما يقعدش بصراحه. ما بقول لك عشان كده بقول لك هتبقى مشكله، هتبقى مشكله كبيره جدا عند الراجل، مشكله كبيره جدا. بس دي من المشاكل الحلوه. الحلوه ما بص يا محمد، بيحبها المدربين. طول ما انت في منافسه في الملعب هتلاقي الدنيا مختلفه. بس بقول لك ايه، الظاهر اللي احنا بنتكلم فيها دي عبد المنعم وفتوح وامام والكلام ده تحسب لكروش طبعا. يعني بس برضو خلي بالك هي خدمت الدنيا. اللي انا اتكلم برضو واقعيه يعني، انا معاك اللي هو طبعا يحسب الراجل ان جاب لعيبه ما كانش حد يعرف عنهم حاجه، لكن خدمته يعني. لو ما كانش اكرم اتصاب ما كنتش هتلاقي، ما كنتش هتشوف. طبعا الظروف خدمته، بس هو خلاص هو مجهز. ما كانش الونش اتصاب، ما كانش عامل لعب. بالظبط، ما كانش عامل لعب، لكن هي اوريدي هو بدا بنفس الدبات في افريقيا. انا بقول لك هو بدا بنفس الناس اللي هو كان بيلعب بيهم باستمرار حتى ايام زمان لما كنا بنلعب عشان بدري واللي قبليه واللي قبليه. فهو الناس لو كانت تحسب مليون في المية، مليون في المية لو كان هو بادئ بيهم. لو كان بدأ بس. لكن لما انت بتتكلم برضو خلي بالك، وفي دي ميزة برضو عند كروش، ان الناس كلها ما بتلعب سواء موجود او اساسي احتياطي كله جاهز بصراحة، كله بيدي في الملعب، ومع النوين روحهم عالية جدا. ما انا بقول لك وده برضو خلي بالك التحضير. طيب انا بقى اسألك في ماتش السنغال اللي جاي، اللي هو يوم 23 مارس، بالقوة الهجومية اللي انت شفتها لمنتخب السنغال الثلاثي الهجومي، تلعب بانه اثنين من الثلاثة؟ عندك حجازي جاهز، عندك الونش جاهز، عندك عبد المنعم جاهز. أنا ممكن الونش وعبد المنعم. الونش وعبد المنعم. الونش وعبد المنعم. أنت قاعد حجازي في المباراة دي. وهناك طبعًا بما أنك تتعرض. أنت برضه خلي بالك حجازي لسه في إصابة في الوقت الحالي. لا ثلاثة جاهزين. أنا بقول لك أنا من وجهة نظري حجازي خبرات. خبراته يعرف يقف في الملعب، يعرف يوجه، لعيب مهم جدًا في الملعب. لكن في الوقت الحالي في السن اللي موجود دلوقتي يعني كونش وعبد المنعم، أنا أدي ونش وعبد المنعم. في ماتش السنغال. لان خلي بالك برضو عاوزين، محتاجين تغطيات وراهم باستمرار، عاوزين جزء بدني، عاوزين الناس تلعب بدماغها باستمرار، عاوزين حد قوه بدنيه. فلا طب قبل ما اختم الكلام على الاهلي عشان احنا وقتنا بيجري، محمد شريف في حاجه يعني لسه لغايه دلوقتي ما قدرش يرجع تاني؟ محمد شريف هو خد في الماتش. بص محمد، اللعيب الكبير هو اللي لازم يعالج نفسه. واتمنى ان محمد شريف، خلي بالك برضو بتبقى صعبه ان انت مره واحده تبقى هداف الدوري وهداف الاهلي ومنتخب مصر، بعد كده تبعد. يعني امبارح 4-0 ما جابش جول. انا مش فارقه معايا، بس اهم حاجه موجود في الملعب وبيشتغل. يعني انت هي برضو الحته الذهنيه دي خلي بالك اللي بتفرق اي لعيب عن لعيب.
امتى ممكن الحته دي توقعك وتديك تضرب غطس فيها وتقعد شويه حلوين وبسرعه تقوم وتشتغل وتكمل وتجيب اجوان، لان انت خلي بالك انت في منافسه. انت النهارده لما بقول لك انا صعب على نفسي عشان طلعت ونزلت وبتاع والكلام ده، كل الكلام ده كله هتعدي، ما فيش لعيب كره مش هيعدي على المراحل دي، بس اللعيب القوي بقى ذهنيا اللي يطلع منها ويشتغل ويكمل ويظهر تاني ويقف على رجليه تاني. طيب احرج المدرب حتى. نروح للزمالك، شفت الماتش امبارح ازاي؟ الزمالك اتعادل مع الاتلتيكو. المشكله ان ثالث سنه للزمالك ما يكسبش في اول ماتش في دوري المجموعات، ثالث سنه على التوالي، ودايما البدايه بتبقى مهمه جدا جدا. الزمالك قد مره وصل فاينل مع الاهلي ماشي، بس انا بقول لك عامه الفدراليه استاذ محمد افريقيا بالذات لا تدي رسائل للفرقه اللي جايه لك او اللي انت بتلعبها في المجموعه. النهارده الوداد كسب كام؟ 3-0 على طول، ادى رساله ان انا في المجموعه جاي اخد الاول. الزمالك قد ماتش حلو قوي كويس وراح للجون كتير وضيع وكان، لكن ما ينفعش فرقه كبيره تستقبل جونين بالمنظر ده وفي ارضك وفي اول بدايه المجموعات. النهارده لو ما كانش معاك التوفيق كان الكره اوفسايد بصراحه. ايه منهم جول اوفسايد يعني، انت بتلعب بقى على عليك وعليه يعني، ما فيش فار عليك وعليه، انت ممكن كنت جبت جون برده اوفسايد وتحسب. بس انا بتكلم ان في اخطاء دفاعيه ما تنفعش تحصل في فرق كبيره. الفرق الكبيره دي انت واقف على رجليها لاخر دقيقه، انت في اي وقت لو انت 0-0 لو انت ماسك يعني ما في كلين شيت تقدر تجيب جون في اي وقت، تقدر تجيب جونين ورا بعض يعني كل ده وارد. لكن البدايه انا من وجهه نظري كان الزمالك حتى ادى وحش جدا وكسب، ده المهم بالنسبه لي. لكن في الاخر الزمالك يعني ادى ماتش كويس، ضيع كره كتير جدا في العرض، وحتى سبحان الله الجونين اللي دخلوا كره تخبط في مدافع تروح مع واللي قبليه واللي هي اسهل بكتير لو الجون فاضي ما بتجيش تيجي في العرض، تيجي في العرض بن شرقي في العرض بالظبط. فانت برضه خليك حطيت نفسك في مأزق اللي انت لازم تروح هناك تاخد 3 بونت. هو بادئ بماجد هاني كلاعب صاعد من بدايه المباراه، شايف انه كان صح؟ انا شايف ان هو مش مقتنع بمحمود وعزيز وروقه. محمود مش راح المقاولين فروقه كمان وروقة موجود. حسيت ان هو مش مقتنع بيه. البطوله برضو بطوله اللي هي كاس الرابطه، اما اللعيبه لعبت كتير اللي هي اللعيبه اللي في الصف الثاني ما اقنعتش الراجل اعتقد يعني من وجهه نظري ما اقنعتش الراجل. قلت حتى قال ان ما عندكوش ناشئين، قال كده لا وما اقنعوش الراجل. حتى اللعيبه الصف الثاني بتوع نادي الزمالك ما اقنعوش الراجل نفسه. فانت النهارده لما تيجي بتلاعب واحد مواليد 2003 يبقى انت اوريدي مش زيزو يتوظف في الحته دي. ممكن انا توقعت كده يعني، توقعت طارق مش موجود ممكن يدخل زيزو ويدخل شيكابالا واوباما ويشتغل برزاق سيسي او اي حد من يعني بن شرقي شمال مثلا ونجم يمين. يعني هو ما بداش باوباما وحط مكانه بن شرقي وحط نجم في اليمين، حط نجم في الشمال وبن شرقي في النص واحمد سيد زوكي واحمد سيد زوكي في اليمين عفوا ونجم في الشمال. ما كان ممكن يبدا باوباما وزيزو يرجع يرد. ما انا بقول لك انا توقعت كده انه لعبها في المنتخب وكان كويس جدا فيها، وهو اصلا عنده الجزء البدني قوي يقدر يروح ويرجع ويرد ويدافع ويهاجم ويشوط وعنده الامكانيات دي كلها. لكن في الاخر دي اختياراته في الاخر يعني، دي اختيارات الراجل. لكن الونش جنب عبد الغني كان امبارح كان الونش جنب عبد الغني كان افضل ولا جنب محمود علاء؟ انا كنت متوقع محمود علاء، كنت متوقع. بس هو الراجل طلع قال لك في المؤتمر انه ما لعبش غير نص ساعه في شهر تقريبا فمش جاهز بدنيا، فده اللي قاله الراجل بعد المؤتمر. لكن انا شايف محمود علاء اللي يلعب مع، لكن في اخطاء امبارح كتير غريبه مع ان عبد الغني برضه يعني مشروع سرد باك جامد كويس قوي وكان واقف وكان بيلعب في البطوله يعني كان شغال في البطوله كاس الرابطه كان غريب. لكن في الاخر لا حسيت ان برضه خلي بالك الزمالك بقى فتره كبيره ما بيلعبش مع بعض، ما لعبوش مع بعض بقالهم شهر برضه، ولعبت المنتخب رجعه ولسه برضه مجهدين شويه ما دخلوش في المود بتاع الماتشات، برضه ما كانش فرق غير 3 4 ايام. طب بص واضح ان طارق حامد عنده حدوته يعني، واضح ان في الزمالك في حدوته لطارق حامد بعيد عن الإدارة، مش مقتنع بقصة الإصابة والكلام ده ماشي، ده شأن جوه الزمالك. لكن مين يتوظف في الحتة دي غير يا محمود علاء يقدر يلعب الحتة دي مثلا؟ هل مين ممكن صعب تجيبه يلعب في الحتة دي؟ والله يا أستاذ محمد أنا كنت بنادي من فترة كبيرة إن لازم تلاقي بديل لطارق حامد، لأن وقت من الأوقات اتصاب حصل له حاجه ما جددش ما عملش حاجه، لان هتيجي انت وده اللي حصل دلوقتي مره واحده تلاقيك هيحصل لك دروب كبير، هيحصل لك دروب كبير جدا. لان طارق عامل زي الي جان كده يعرف يشيل لك منطقه وسط الملعب كلها ويسيب اللعيبه تهاجم قدامه ويقدر يغطي مساحات الواسعه. فانت كامكانيات ما حدش يعرف يعملها دلوقتي في الزمالك خالص. طب مين يتوظف غير يعني اقول زيزو ممكن هو عايز يستفيد بيه في الناحيه الهجوميه، هل في سرد باك ممكن توظف في الحته دي؟ يكون عبد الغني يلعب في الحته دي، يكون محمود علاء يلعب في الحته دي ولا صعب؟ ما هو انت لازم تجرب عشان نحكم. بس خلي بالك برضو السرد باك جاريه وتحملاته في حته معينه مش زي الديفندر. انسى يعني الديفندر ده موال كبير. الديفندر ده عاوز قوه بدنيه معينه. هائلة. يعني السرد باك بالعرض
واحد صغيره سبرنت كل فين وفين طويل، لكن احنا بنشوف الديفندرات دي لا صعب. عبد الفتح بيعمل ايه وطارق بيقول لك لا الديفندرات صعبه صعب. ده عاوز جزء بدني مختلف تماما. الناجس بيعمل ايه ما اقول لك، انت ما عندكش القطر اللي هو بيقطع كور. انت ممكن تحط زيزو مع امام عاشور بس هيلعبوا او يعملوا كل حاجه، بس القوه البدنيه بتاعه القطع قطع الكوره مش عند حد غير زي طارق. باداء الزمالك امبارح حتى بعد التعادل يعني، انما كان الزمالك هجوميا قوي جدا والحكم مسيطر على المباراه لولا الاخطاء اللي حصلت، مبشر انه يتاهل؟ اه طبعا طبعا متناول، بس انت حطيت نفسك في ضغط من بدري. ما كانش له داعي يعني. يعني انت كنت النهارده كسبان الماتش ده تروح مستريح هناك، بس هو الزمالك بيعملها يعني. ماتش المولوديه فاكر مع باتشيكو؟ فاكر ماتش المولوديه 0-0 الاولاني ما ده خرجنا منه، كان عندنا في القاهره خرجنا منه احد اسباب الخروج، وان سيد الحمد لله 15 جول. ايوه انا بقول لك منافس البدايه، ما بقول لك والسنه اللي قبليها كانت مازيمبي خسرنا 0 منه. لكن انا بتكلم انت البدايه دايما بتبقى مهمه. انت النهارده في مجموعه، النهارده الوداد بيقول لك انا جاي اول المجموعه خلاص خلصت. النهارده انت حطيت ضغط على نفسك، انت اللي عاوز تروح انجولا عاوز تكسب هناك، لان تكسب لو رجعت التعادل انجولا مع الفرقه الثانيه، ما انا بقول لك لو رجعت التعادل هتبقى عندك 2 بوينت. فهتبدا بيترو اتليكو الله على ما يعمل ايه مع 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 الوداد في انجولا. ممكن يكسب، ممكن لانه في الكويس بصت ليه بقى المنافس الثالث معاك. ما بالظبط عشان انت اشكالك كنت انت كده اديته اساسا الدفعه، دفعه في القاهره كمان. انت بتلعب وبيع في القاهره فهيديله ثقه كبيره جدا كمان لما يلعب في طبعا الماتشات الجايه. طبعا طبعا. طيب النهارده اتفرجت على الماتشين بتوع بيراميدز. بيراميدز كسب 2-1 وكمان المصري اتعادل 0-0. بيراميدز المصري اتعادل مع القط الكاميروني وبيراميدز كسب اوتو ده 2-1. شفت الماتشين ازاي؟ انا شفت الماتش المصري. المصري كان متحكم اكتر وكان مستحوذ اكتر في الكوره، على الكوره في الماتش. اهلي طرابلس كسب اهلي طرابلس. ده بيراميدز كان القطن ده كان مع المصري. مع المصري. المصري كان استحواذه اكتر بكتير ووصل للجون، والجو كان حر جدا بطريقه غير طبيعيه، واستغربت مستوى القطن. القطن مستواه يعني عادي جدا بالعكس. المصري كانه بيلعب في القاهره وبيشتغل وبيستحوذ وبيلعب ومستريح جدا. انا شايف ان هو خد نقطه، كان ممكن كان يكسب، بس انا شايفها نقطه مهمه تفرق معاه كتير جدا. طبعا لانه والقطن خد بالك على ارضه اللي عاوز يصعد محمد لازم يكسب في ارضه، يكسب في ارضك وخد لك تعادلات بره. حتى لو خسرت ماتش مش هتفرق، لكن اهم حاجه المهم جدا بالنسبه لي هو اللي انت تكسب في ارضك، بعد كده بقى تشوف الماتشات اللي بره عامله ازاي. لكن الاساس بالنسبه لك، انا شايف مصر عمل ماتش كويس وخد منه نقطه ويقدر يبني عليها الفتره الجايه. بيراميدز كان برضو زي الشوط الاولاني مش زي الزمالك، الشوط الثاني كان احسن وقدر ان هو جاب له تات كور في العرضه برضو، وكان برضو الكوره مش عارف تخش وفي غلطه كده دفاعيه في الشوط الاولاني. عرف خد بالك طرابلس كمان اتقدم غلطه دفاعيه اتعمل كروس والراجل سام جون منطقه جزاء وحطها جون، لكن بيراميدز رجع. بس دي الميزه بقى ان هو دخل فيه جون واحد، الزمالك دخل فيه جونين. جون واحد ده كان ممكن تعادل في اي وقت وتجيب جون الثاني وانتهى. تقدر ترجع وده اللي حصل يعني. اسلام عيسى وليد الكارتي ابراهيم عادل كان متألق جدا في الشوط الثاني جدا. فلا بيراميدز يستحق المكسب، عمل ماتش كويس قوي يعني. واضح المجموعه دي بيراميدز هو المرشح يعني. صفاقسي كمان كسب خد بالك زناكو النهارده 1-0، جاب جول في اخر الماتش يعني. فكده بيراميدز والصفاقسي 3 نقط، اعتقد هم اللي هيصعدوا. اعتقد هم اللي هيصعدوا الاهلي طرابلس وزناكو، مفيش هم الاثنين هيصعدوا. الاقرب بيراميدز والصفاقسي. طب المازيمبي كسب اوتو دويو ده كسب 1-0 فمتصدر، والمصري والقطن في المركز الثاني واوتو ده في المركز الاخير. مازيمبي شكله اعتقد مازيمبي والمصري احسن بكتير من القطن يعني. حتى بره ارضه بيلعب حر، الجو حر الساعه 3 والجو كان حار جدا وكان احسن بكتير من القطن. فاعتقد المصري هيبقى ليه حظوظ انه يصعد. طب في دوري الابطال صن داونز كسب الهلال 1-0، والاهلي والمريخ ماتشهم متاجل زي ما انت عارف، والاهلي عنده الهلال يوم الجمعه. طبعا الاهلي مرشح انه يصعد بصفته حامل اللقب وبصفه تاريخه. صن داونز خلاك مش قويه يعني. صن داونز فكت شويه على الماتش عادي يعني، بالعكس انت الهلال مسك كره كمان وضيع اجوان وكان احسن. ترشح مين في المجموعه دي مع الاهلي؟ خلي بالك المريخ فرقه كويسه. انا عارف المدرب بتاعهم لي كلارك اللي هو رجع لهم كان مسكهم البرازيلي ده، لا الانجليزي. كان فاكر لو تفتكر لما الاهلي اتعادل معاهم 2-2 بالعافيه هناك وضيع كتير جدا جدا. مدرب كويس قوي وهيعمل معاهم شغل كويس وهيلعب ماتشاته كلها في القاهره. فانا يعني صن داونز برضو ستيل يبقى مرشح طبعا، لكن الاهلي هيبقى رقم واحد. وبتتكلم على المريخ ولا الهلال؟ المريخ. المريخ دخل ماتشاته كلها هنا على فكره ما عدا الاهلي. المريخ لا، وبقى الاهلي كمان هيلعب هنا، هيلعب تاتا هنا. كان الاول هيلعب في جنوب افريقيا، بعد كده النهارده طلع قال لك ان هو هيلعب كل الماتشات هنا في استاد السلام. ده في صالح الاهلي. طبعا. فانا شايف الاهلي ويعني وصن داونز او المريخ. يا
يعني المريخ ممكن يعمل مفاجاه مع صن داونز. انا بقول لك مدرب كويس وعمل معاهم شغل كويس قوي في الفتره الاولانيه وبعد كده سابهم ورجع لهم تاني. الوداد وبترو اتلتيكو والزمالك وسجرادا. الوداد والزمالك. الوداد والزمالك. بس بترو اتلتيكو هترخم. هتبقى رخمه. انت قلت جمله مهمه، لو كسب الوداد هناك هيبقى مشكله. هو عنده انجو في انجولا، هيلعب في انجولا. هيبقى مشكله. اه طبعا. خد بالك الزمالك ماتشه الجاي في انجولا برضه مع الفريق التالي هو سجرادا. عشان كده بقول لك انت دلوقتي حطيت ضغط تحت على نفسك. لازم تكسب. لازم تكسب. وخد بالك سجرادا ده كمان. وحتى تعادل مش مشكله، يبقى مذاكر 4 بونت حلو قوي. اه. لكن انت التعادل ده لو انت لعبت هناك خسرانه اصلا اول ماتش دلوقتي 3 من الولاد، فهو لازم محتاج يعوض. ما انت بقول لك انت النهارده انت حطيت ضغط على نفسك او وبيتو اتلتيكو حاطط ضغط عليك اكبر انه لو عمل نتيجه او كسب الوداد او الوداد كسب الوداد خلاص طلع خلاص بقى فوق وهتبدا انت تتنافس بقى مع الناس تحت. كابتن احمد مجدي انا استمتعت بيك كالعاده. حبيبي يا استاذ محمد انا اكتر والله، ربنا يخليك. انا بشكرك حبيب. شكرا جزيلا، ودايما ضيف عزيز كده علينا. بشكرك شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، هنتابع دلوقتي تقرير عن مباراتي بيراميدز والمصري في بطوله الكونفدراليه الافريقيه وفرص التاهل بتاعهم بعد هذه المباراتين، وبعد كده ننهي هذه الحلقه. بكره ان شاء الله زكريا العمري في تمام الساعه 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء. انتهت بطولة إفريقيا للمنتخبات لتبدأ البطولات الإفريقية للأندية، ومع نهاية الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بالأمس بدأت اليوم منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية والتي يشارك فيها فريقا المصري البورسعيدي وبيراميدز. المصري بدأ مشواره بتعادل سلبي صعب خارج ملعبه أمام القطن الكاميروني في مباراة تألق فيها الحارس أحمد مسعود في الدفاع عن مرمى، ليحصد بذلك المصري أول نقطة في مشواره في المجموعة التي تصدرها فريق مازيمب الكونغولي بعد فوزه على ملعبه على فريق أوتوهو الكونغولي. ويحل مازيمبي الجولة المقبلة ضيفا على المصري في 20 فبراير الجاري. أما ممثل مصر الآخر نادي بيراميدز فقد نجا من فخ ضيفه أهلي طرابلس الليبي بعدما وجد نفسه متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يعوض تأخره في الشوط الثاني بهدفين، ويحصد أول 3 نقاط يتصدر بهم مجموعته التي تضم أيضا كل من الصفاقسي التونسي وزناكو الزامبي الذي يستضيف بيراميدز في الجولة المقبلة. مشوار طويل ينتظر ممثلي مصر في كأس الكونفدرالية، فمن سيقدر على تكملة المشوار إلى النهاية؟